بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك كتابه. الكره ليست للتحفيل او التضليل ولكن للهدف النبيل. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك كتابه. الكره مش للتحفيل، الكره للمتعه، لكن كمان الكره مش للفتنه، للتضليل. ما انا بقول الكره ليست للتحفيل وليست للتضليل ولكن للهدف النبيل. الناس مش عارفه تدرك هذا الامر، ودي الماساه. الثلاث كلمات دول، غياب الهدف النبيل من امام البعض، بيحولها الى كابوس. وهذا الكابوس بيخليك تخرج عن الواقع وانت تقيم ما يحدث حواليك يا استاذ ابراهيم. لما تكسب انت الاعظم على الكون، ولما تتعادل او لا قدر الله تخسر كل شيء انهار، وكل شيء لازم نبتدي من اول السطر. ليه؟ لان الناس بتحفل على بعضها، هو اللي بيخسر شايل هم الموقف ده. لكن ما هو خلي بالك، يوم لك ويوم عليك. اي واحد بيحفل، انا حتى هيقول لك اصل الاهلاويه بيحفلوا، مش عايز الاهلاويه، عايز الاهلاويه يسعدوا بالاهلي ويفخروا بيه، لكن مش عايزهم يحفلوا على حد. الهدف من الرياضه ليس التحفيل، لكن الاخطر من التحفيل بقى ايه؟ التضليل والفتن، التزوير والتضليل اللي هيقودنا الى كوارث مؤكده. وده اللي ان شاء الله هنوضحه وهنكشفه كمان في حلقه النهارده. حلقه النهارده فيها جزء مهم جدا. لما اتكلمنا من حلقتين فاتوا على انه مجلس اداره النادي حدد نهايه مارس اخر موعد للاسعار الحاليه للانضمام لعضويه النادي الاهلي، الحقيقه اتصالات كتيره جدا ومكاتبات كتيره واسئله كتيره قوي لناس بره مصر وجوه مصر عايزين يعملوا العضويه، بيسالوا تفاصيل كتيره جدا ما احناش ملمين بيها بالقدر الكافي، والناس بتزعل. استقبلت جزء كبير من التساؤلات، والمهندس عدي في كل لحظه يستقبل نفس الاتصالات والاستفسارات. احنا مش خبراء في المساله وما عندناش التفاصيل الكامله، لا من النواحي الماليه ولا النواحي الاجرائيه ولا التفاصيل الاداريه ولا التسهيلات اللي بتقدم اللي مجلس الاداره، ولا حتى ماذا ينتظر الناس عند اشتراكهم في النادي الاهلي. بالظبط، ودي نقطه مهمه، ولا التفاصيل كمان اللي مجلس الاداره قدم بيها موافقات بتسهيلات للراغبين في الانضمام الى عائله الاهلي، لانه حتى هذا المفهوم الدافئ جدا اللي مجلس الاداره اخذه منهاج عمل منذ ترشحه، انه ازاي نقدر نعزز ونرسخ مفهوم ان الاسره الاهلاويه كلها عيله واحده، عائلة الأهلي بكل المقرات، بكل الأعضاء، بكل الأطياف والأعمار، وإزاي يقدر النادي يفي بالتزاماته تجاه كل هذه الفئات العمرية المختلفة. الحقيقة فكرة الانضمام لعائلة الأهلي وإلحاح الكثيرين والتساؤلات الكثيرة اللي بتيجي من مصر ومن بره مصر خلتنا نكون حريصين علشان نقدر نقدم لكم الصورة كاملة، مش اجتهادا ولكن بالشكل الرسمي الكامل اللي يسهل فرصة كل حد بيحلم أنه ينضم هو وولاده لعائلة الأهلي. إن يكون معانا في وقت كافي من حلقة النهاردة الأستاذ طارق أنديل، عضو مجلس إدارة النادي وأحد المطلعين بملف العضوية، وهيكون هو رئيس اللجنة، رئيس لجنة العضوية. لا هو عضو اللجنة، عضو اللجنة العضوية الأستاذ إبراهيم الكفراوي. أستاذ إبراهيم الكفراوي بس الأستاذ إبراهيم راجع كمان من رحلة زيمبابوي فجر اليوم، فبالتالي الأستاذ طارق أنديل معاه هذا الملف الكامل، هيفي بكل الإجابات لحضراتكم عشان يحطكم في الصورة بالتسهيلات الكاملة وكل الإجابات اللي نفسكم تعرفوها عن إجراءات وكيفية الانضمام إلى عائلة الأهلي وعضوية النادي، سواء العضوية الكاملة في المقر العام أو العضويات الفرعية. بالإضافة إلى بعض الأخبار المهمة وأنا كنت بتكلم معاه، ماذا ينتظر الأهلي في فروع الأربعة عضو الأهلي، المشروعات المستقبلية، كثير من الأمور تخص أداء مجلس الإدارة. ويعني فقرة هتبقى مهمة للي عايز يعرف ماذا يحدث وسيحدث في النادي الأهلي، تطمنكم بالشكل الكامل وتسهل لكم إجراءات الانضمام إلى عائلة الأهلي لمن يرغب ويريد إن شاء الله. لكن هذه الأيام دقت ساعة الأهلي، دقت ساعة الأهلي، لأنه ما أن تعادل الأهلي في زيمبابوي مع بلاتينيوم حتى راجت وانتشرت كتير من النغمات اللي بتحاول تكسر في المجاديف وتحاول توحي ان المساله فيها مشكله. دقت ساعه الاهلي، ولما تدق ساعه الاهلي هو التحدي اذا يا باشمهندس. بص،
في مشكلة في صعوبة، مش في مشكلة، في درجات من السهولة والصعوبة. لو كنا كسبنا وكان النجم ما كسبش ده أسهل السيناريوهات، فحصل أصعب السيناريوهات، لكن هذا لا يعني أن أنا لازم أطلب الطلبات اللي تجيلي عشان أبقى مطمن. لا يطمئنك إلا الأهلي وأداؤه ومستواه، وأيضا الأداء التحكيمي والتوجه المستمر بهذا الشأن، اللي كل بطولة لازم يتلغي لنا جول مؤثر، وبالصدفة الشديدة يطلع لمروان محسن. عموما النهاردة البعثة رجعت الساعة 1 الفجر، يعني بعد منتصف الليلة الفائتة. رينيه فايلر ادى اللعيبة بالطبع راحة النهاردة من التدريبات، اتمرنوا اللعيبة اللي مسافروش، بكرة التمرين هيكتمل ان شاء الله عشان يأدي الأهلي مباراة مهمة جدا مع طنطا يوم الأربع، ويستمر بعديها في الاستعداد لمباراة المقاولين يوم الأحد، ودي مباراة مهمة بوصف المقاولين دلوقتي وصيف البطل، انتظارا لمباراة النجم الساحلي بعدها على طول. فإذا المسألة فيها ضغط مباريات كتيرة جدا، خلت رينيه فايلر هيبقى حريص على استخدام كل ما هو متاح من اللاعبين. وهو ده لما بنيجي نتكلم وعن تأثير السفر الطويل وتأثيره على الوظائف الحيوية في الجسم. البعض يريد أن يظهر علمه على حساب الآخرين، ما في عندناش مشكلة. لكن مؤكد أن الأسفار الطويلة دي، ما زيمبابوي زي جنوب أفريقيا، هي في المنطقة دي. أسفار بتبقى صعبة جدا جدا جدا، وأجواء بتبقى مش طبيعية، فلما تيجي قبليها ضغط المباريات وعنفها، أولا بتؤدي إلى إصابات مستمرة ونقص في الصفوف ومفاجآت بايخة، وانت بتسخن وليد سليمان تحرم منه، وانت في الماتش قفشة تحرم منه. إذا هي بتبقى تغييرات اضطرارية عكس السيناريو اللي رسمه المدرب وقعد في ظروف طبيعية يعني. لكن في كل الأحوال هو الراجل نفسه مش معقول احنا يعني هنكون أقل فطنة منه وتحمل في المسؤولية، لما يقول لك أدينا بشكل سيء مش هتكلم في الأسباب هعالجها. شوف ده كلام كان محترم جدا منه. أولا مفيش مكابرة، مفيش حد ناكر حاجة، لأنه دي صورة وده أداء. الراجل قال لك لا، احنا كنا سيئين جدا، والشوط الأولاني كنا في أسوأ حالاتنا، ومش عايز يعدد الأسباب، رغم إن لو غيره عنده ثقافة التبرير لا عد. وعلى فكرة مبررات منطقية جدا، لأنه الناس اللي اتكلمت يا باشمهندس مش حجج، دي ده واقع يعني. الناس اللي اتكلمت الأهلي المحلي غير الأهلي الأفريقي، طب هو الأهلي الأفريقي أنت متخيل إنه في خمس ست لعيبة غايبين، خمسة منهم على الأقل لو موجودين أو أربعة هيكونوا في التشكيل الأساسي، طب هو ده قليل إن فريق يفتقد نصه مبدئيا؟ الناس تقول لك ايه، ما انت عندك لعيبه، ما هو ما فيش فريق في الدنيا عنده 30 لاعب في ليفل واحد وفي درجه جاهزيه واحده. ابراهيم لو جاهزيه، اما تغير لعيبه اتنين بيبقى الاداء ما يتهزش، لكن لما تغير بشكل جذري في الفريق انت عايز ترجع توجد عمليه التنظيم وعمليه الانسجام. صحيح. لكن انا عايز بس انبه لنقطه. الاهلي 7 نقاط وموقفه صعب، او هكذا يرى محبوه وغير محبوه. الزمالك 7 نقاط وموقفه سهل، هكذا يرى محبوه وغير محبوه. اين محبيه فين بقى الحل اللغز ده؟ في نتائج الاخرين وطريقه النتائج اللي مشيت. الفرقه الثانيه اوضحت ان في فرقتين خرجوا بره المنافسه مع الزمالك. لو حصل ده في مجموعة الأهلي ما كانش حد تنبه بالزبط. أو حد انزعج. لكن اللي حصل إن الثلاثة بيتنافسوا نظرا لقوة المجموعة بتاعة الأهلي. في الزمالك في فرقتين خرجوا ورا المنافسة، الزمالك يتعادل يتأهل تاني وبيحاول يخش أول. كويس؟ إذا الفكرة كلها لازم وإحنا بنتكلم برضو نبقى شايفين إن جزء من الصعوبة جاي لأن المنافسين أقوياء أو بيحققوا نتائج غير متوقعة. بالظبط. يعني أما هو مين كان يقول إن النجم الساحلي بمستواه يكسب ماتشين بره أرضه لحد دلوقتي؟ هم اللي عاملين له الفارق ده. وفي أرضه ما خسر. يكسبش الأهلي إلا بالحكم. وخسر ويخسر من الهلال السوداني. يعني عايز أقول لك إذا هو لما بتكلمني باستمرار بقول لك إيه؟ إحنا لو عولنا على
التقييم الموضوعي هنوصل لنتيجة، ولكن التوفيق بيبقى له رأي، وجزء من التوفيق دايما مش بس ظروف تخصك، لا دي ظروف تخص التحكيم اللي على طول مش موفق معانا، ليه مش فاهم. وغيرنا لما بيتحسب عليه فاول او يتحسب له او يتفوت له فاول وما يتحسبلوش فاول، تبص تلاقي الدنيا قايمه والاعلام بيتكلم. الاهلي اول امبارح بيتلغي له هدف، هدف شرعي، وده مش راينا، ده راي محلل بي ان سبورت كابتن عزيز بنيج، نشوفه. واضح ان الاهلي هو اللي كان سيء في الشوط الاول، سيء. هو ما اعطى البلاتينيوم هذا التقوى، اعطى البلاتينيوم، ولكن البلاتينيوم ايضا كنا عارفين بانه لديه 45 دقيقه سوف يلعبها بكل قواه لكي يسجل. شوف هنا الهدف، اظن بان الهدف صحيح وسوف نشاهده من زاويه اخرى، وكان ممكن انه يتحسب للاهلي لانه في الفتره اللي كان مسيطر فيها الاهلي لعب ربع ساعه اليوم في الشوط الثاني، كان ممكن سجل فيها التعادل. صح. اترفض في، شوف وائل هذه الكره، يعني كان متغطي مروان، متغطي يعني قبل خروج الكره كان يعني كان هدف سليم، هدف سليم. شوف هانت قبل خروج الكره، شوف وين الموضوع، المدافع الشمال اللي هنا مغطي، واثنين مدافعين مغطين، اثنين مدافعين في الطرف الايمن هناك مغطين. اذا هدف كان صحيح للاهلي، لكن الاهلي صحيح انه اذا ما راينا الظروف واداء السيء اليوم نقول بانه خرج فاز بنقطه ولم يضيع نقطتين، فاز بنقطه لان اليوم الظروف كانت صعبه. تمام. لم لان التحدي بص كابتن، كلمه الظروف الصعبه هي افريقيا. والاهلي تعود في تاريخه الكبير على هذه الظروف، والاهلي بيجي الجمعه وابو تريكا عندما كان ليس هناك دوري في مصر وكان في توقف للدوري، فاز بكاس بدوري ابطال افريقيا مرتين، احمد 2012 و2013. عندما نتكلم عن الظروف اللاعبين تختلف، عندما نتكلم عن الظروف اتكلم صحيح، تتكلم عن الظروف خارجه على مستطيل الأخضر، لكن نتكلم على الظروف الفنية. كان سيء. صح. خطوط صح. متباعدة، ما كانش هناك شراسة، ما كانش هناك شخصية، ما كانش هناك ليدرز، ليدر في الدفاع، ليدر في وسط الميدان، يتكلم على اللعيبة احنا مو حاضرين اليوم، هذا أشياء تحضر في الملاعب، وهذا اللي يتكلم عليه الآن وائل. وكان هناك لاعبين ممكن أنهم بدون مدرب يحسوا بالخطر. الآن في الشوط الثاني صحيح أن فايلر ممكن أن يحرك المجموعة ما بين الشوطين، لذلك فشهدنا فريق في ربع ساعة الأولى من الشوط الثاني كان ممكن يفوز بالمباراة، لكن بعد ذلك تحت فرص لبلاتينيوم، دقة 62، دقة 63، كان ممكن بلاتينيوم يعاقب الأهلي، لكن في مثل هالظروف الخروج بنقطة أفضل من لا شيء. صحيح أن الأهلي لم ينهزم رغم أنه كان سيء في المباراة، وهذا ممكن أنه يسمح له أنه يعوض في المباراة القادمة، وكل شيء وارد في المباراة القادمة. طيب هي المشكلة هنا أستاذ إبراهيم، أنا خلاص الأهلي لم يكن يستحق أن نتحدث عن مشاكله أو أنه هو ظلم، بخلاف طبعا الإصابات واللي هي حدثت، واللي مستر فايلر مش عايز يتكلم في المواضيع دي، لكن أنا عايز أتعرض بس لفكرة لماذا يعامل الأهلي تحكميا هكذا. ولا مرة كرة فيها شك اتحسبت له، في كل مرة تتحسب ضده الشكل صالح الخصم على طول بشكل بقى يغيظ. ثلاث بطولات ودي الرابعة، هي ربنا يستر بإذن الله نعدي من هذا المأزق اللي ملوش معنى. طب ما انت، طب النهارده لو الجون ده اتحسب بتاع مروان، أولا كانت النغمة هتتغير. كيف استطاع فايلر أن يقلب الموازين ويقرأ المباراة ويعالج الأخطاء؟ كانت هتبقى العنوان كده، ومروان هيتقال له متأسفين يا مروان، احنا بنهاجمك وانت الراجل اللي شايل الليلة بقالك ماتشين، وهو لازم يشكر لحد دلوقتي. هو ملوش ذنب ان الحكم لغى له جون، لكن جابه زي السنه اللي فاتت، اما اتلغى له جون كلفنا اللي قبليها، كلفنا البطوله، كلفنا البطوله الغاء هذا الهدف. فيا جماعه ارجو ناخد حقنا، بعدين نتضاير احنا نقصه على نفسنا، مش نقصه، نحاسب نفسنا بصرامه. وزي ما قال الكابتن عزيز وهو بيحلل، ما هي كل مباراه ليها ظروفها، وفكره الظروفها دي على فكره بتغيب من ناس كتيره قوي، سواء من الجمهور او المحللين.
المباراه هي ما فيش مباراه شبه تقدر التاني تحكم عليها قبل ما تتلعب. وشبه التاني المباراه اللي هتلعب قبل بدايتها، كل مباراه مش شبه التانيه خالص، كل مباراه بظروفها. يعني مباراه زي بلاتينيوم المنافس اقل فرق المجموعه، طيب لكن هل من الطبيعي الاصابات ديت؟ وليد سليمان يتعور في الاحماء، مجدي قفشه اللاعب البديل اللي تم ادخاله في القائمه وهو غير مكتمل الجاهزيه بشكل كويس يلعب فيتعور، قالوا ديانج يلعب فيتعور. بصوا حتى التغييرات كلها اضطراريه، ما بتديش الراجل فرصه انه يستخدم التغييرات بشكل تكتيكي يخدم الفرقه، لا تغييرات اضطراريه لظروف الاصابات دي كلها مش مبررات. الاهلي كان وحش، الاهلي ما اداش ما هو مطلوب منه، الاسباب مقنعه لاي حد عايز يفكر فيها، لكن ان الامر يمتد الى الكلام عن قدرات ريني فايلر اللي كان لغايه قبل قدرات يوم اللعيبه اللي كان قبل يوم السبت هو الفاتح الاعظم، يبقى هنا في مشكله نسمع فيها راي الكابتن حسن شحاته. ريني فايلر الماتشات اللي بيلعبها خارج مصر لسه ما عندوش، هو راجل جاي من اوروبا ومدرب كويس وكل حاجه، لكن لسه ما عندوش الخبرات، يعني بيلعب بالطريقه اللي هو بيلعب بيها في الدوري زي ما بيلعب بره افريقيا، فعشان كده مش قادر يعمل نتائج. اتغلب من النجم الساحلي والنهارده تاني ماتش يعتبر امام فريق اقل متواضع من جدا. متواضع جدا، تعادل وكان هيخسر. اي مدرب كريم لما بيكون بيلعب في دوريات غير الدوري بتاع البلد اللي هو فيها لازم يسأل على الفرق، لازم يدرس الفرق اللي هيلاعبها عشان ما يفاجئش ان ممكن تبقى لعبته مش كويسه وفي نفس الوقت الفرقه الثانيه تبقى وفي اجواء مختلفه برضه الملعب ودرجه الحراره بالظبط كده راكبه الماتش. وبالتالي اللي عاوز فايلر مدرب من المدربين الكويسين، مدربين الهادين اللي من خلالها ان هو لو درس الفرق اللي هيقابلها تهيألي هيعمل شغل كويس. هاخد من اخر جمله، فاير من المدربين لما بيدرس الفرقه قدامه بيعمل شغل كويس، وده بنشوفه حتى في الشوط الثاني، في الشوط الثاني باستمرار. ايوه، اذا هو حتى مهما درس على الورق ومهما درس ماتشات سابقه، لكن ساعه ما يجي يدرس على ظروف الارض الواقع، هل الراجل ده صاحي بيتعامل مع ظروف بيفرق؟ دماغه بتفرق؟ دماغه بتفرق خلاص. احنا مش هنفضل باستمرار عايزين الحلول اللي في دماغنا احنا بالظبط. يعني بيكلمني حد عزيز عليا جدا وبثق في رايه وممكن يبقى عنده وجهه نظر، اصل فلان اصل علان اصل فلان، كل اللي بتقوله صح بس واحنا قاعدين مع بعض. انت لو بتشتغل مساعد فايلر ممكن تشوف الامور بطريقه تانية، هتروح تلاقي اجواء وظروف ومعطيات. يعني انا والله العظيم ما كنت متخيل ايه الحرص الشديد ده انه يطمن على علاج مروان محسن طالما ان عنده كدمه، هو شايف حاجه والراجل ما بيخزروش اهو. في النص بقى تضيع فرصه احنا شايفينها سهله، لكن الله اعلم. واحنا حللناها الفرصه اللي الناس عماله تحاسب مروان عليها دي، حللناها قلنا لو حد جنبه كان هيبقى عنده اكتر من حل، لكن هو كان لوحده وكان من زاويه فابتدى يتردد، على ما تردد كانت الناس لحقته. تحصل ملهاش علاقه بكفاءه ملهاش علاقه بكفاءه مروان، لكن كمان الكابتن حسن شحاته نشوف رايه مع المهندس عادل القيعي عن مروان محسن ولا لا. برايك ايه في الانتقادات اللي على مروان محسن مهاجم الاهلي، رغم ان مروان النهارده جاب جول والماتش اللي فات في الدوري امام نادي مصر جاب جولين كويس، وهو حتى بعد ما بيجيب هدف بتحس ان هو متنشن ومتضايق وان عليه ضغوط، هو حتى قال عليه ضغوط، عليه كلام كتير يا كريم، عليه كلام كتير. ومروان محسن من اللعيبه الجيدين عارف ازاي، لكن هو حظه ان هو بيضيع فرص كتيره عارف انت ازاي، فعشان كده في كلام كتير عليه. الكلام الكتير ده بيخلي اللعيب دايما مهزوز، لكن مروان محسن من اللعيبه اللي بتجيب اجوان في اي وقت ومن اي كوره صغيره بيجيب اجوان بيضيع. نصيحتك ليه ايه بقى؟ لا نصيحتي ان هو ما يتهزش، ما يتعرضش، اللعيب الجيد ما يتهزش مهما حصل من كلامه، مهما حصل من انتقادات ما يتهزش، ده لعيب جيد، لعيب منتخب جيد، وبالتالي ما يتهزش باي حاجه. ده نصيحتي لمحسن، لمروان محسن او لاي لعيب، اوعى تتهز من انتقادات. في لعيبه كتيره تعتبر بطلت بسبب الانتقادات دي.
برضه هاخد من الاخر، اوعى تهتز بالانتقادات، لعيبه كتير بطلت الانتقادات، لان الحقيقه ما بقتش مساله انتقادات، ده وجهات نظر. الناس بتتكلم كانها قاعده مع بعض بلا مسؤوليه، وانا لما انا بقول اراء ساعات ما افكر فيها ما اعرفش اقولها يعني على الهواء، لاني بلاقيها اراء انفعاليه. عايز فرقتي تكسب باستمرار، وعايز كل فرصه تيجي، وده مستحيل على مستوى العالم. لكن الكابتن حسن شحاته لازم يعني نشوف النماذج الطيبه. ايوه، النماذج المسؤوله. النماذج التي تتسم بالوقار والموضوعيه. هو الراجل ده لهذا كان مدربا عظيما ونجح نجاح غير مسبوق. طبعا هو كلاعب عظيم ما فيش جدال، واحد من الابرز صحيح اللي جم في تاريخ مصر. ايوه، لكن كمان لما تقيمه بقى كراجل تفهم كان بيتعامل مع لعيبته ازاي، يقدر يدي الثقه لاي حد، لانه راجل مش انفعالي وراجل لا تحركه الاهواء. شكرا كابتن حسن على هذا النموذج الطيب الذي تقدمه، وتعلم يا كريم ولو انك بتتعلم. طيب، رؤيه الكابتن حسن انه ريني فايلر مع دراسته لاي منافس بيفرق كتير جدا. هل رايي مدرب أجنبي آخر في ريني فايلر هيكون نفس الرأي الإيجابي ولا لا؟ المدرب اليوناني اللي وادي دجلة تاكس جونياس كان في ضيافة الكابتن أحمد شوبير في حوار الحقيقة كان ممتع جدا، سأله عن فايلر وفرص الأهلي والزمالك في التأهل الأفريقي. رأيك ريني فايلر مدرب الأهلي؟ مدرب كويس جدا، عامل شغل كويس جدا، وفي فترة قصيرة عمل الأهلي خلى الأهلي فريق قوي جدا، ويستاهلوا يبقوا الأول، يستاهلوا يستحقوا يبقوا الأول. الأهلي والزمالك في إفريقيا شايف فرصتهم عاملة إزاي؟ أنا بتمنى الاتنين يصعدوا، كويس للبلد، ومتأكد إن الاتنين هيصعدوا، متأكد إن هما الاتنين هيصعدوا من المجموعات حتى لو هما دلوقتي التانيين. جوناس ناس كتير شايفاه يعني في لونه وستايله وهدفه من كرة القدم بارز جدا، النتائج بتخونه لحد دلوقتي، لكن رأيه الإيجابي في ريني فايلر بيضاف إلى رأي الخبراء الإعلام، إلى خبراء التحليل، الكابتن حسن شحاتة، الآخرين، كل الناس، إلا ساعة ما نغضب إحنا بعضنا يبقى غضبان، وده طبيعة الأمور، إحنا بنتفاهم هذا، ولازم اللي بيشتغل في مسؤولية زي مسؤولية النادي الأهلي في هذا التنوع وهذا الحجم من الجمهور الكبير، إلا كمان مش متعود غير على الفوز، ودي نقطة ينفرد بيها النادي الأهلي في معيار، بتبقى خسران ساعة ما تكسب ماتشين تشكر، والناس تقول لك العودة، والناس تقول لك اللي مش عارف إيه، كلام جميل، إلا الأهلي، الأهلي عايزينه على طول، إذا كسب على طول يبقى فرق السكور، إذا فرق السكور أصل الشوط الأولاني مش الشوط الثاني، أصل الناس ابتدت تحفظ، طبيعي طبيعي، الجمهور اللي اتعود على المكسب معاييره تقيلة، بس بنقول لهم بقى يعني بعد يوم غضب ارجعوا وقفوا ورا فرقتكم، وقفوا معاه واسندوها، هذا هو الأهلاوي الحقيقي. واللي كمان في الماتشات اللي جاية محتاجين جمهورنا جدا، وجمهورنا هيبتدي يخش حتى في الماتشات المحلية، ومش عايزين بقى اللي بيحصل في المدرجات تاني مهما حصل. ما اذا انت رايح وتتوقع انك تعامل بطريقه معينه، تصورت ان حد بيستفزك، مسؤوليتك تجاه الاهلي تحتم عليك الالتزام في تشجيع الاهلي حتى النهايه. ولانه الاهلي اللعب على المكسب ده الهدف الاساسي بالنسبه له في اي مباراه مع اي منافس وفي اي مكان، فقراره الافريقي اصبح عنده هو، يملكه هو. الاهلي اللي بيلعب دايما على الفوز باذن الله تعالى قادر على المباراتين المتبقيتين يحسمهم بالفوز ان شاء الله، ويتصدر المجموعه ويصعد اول المجموعه بيده لا بيد اي عمر. فبالتالي المسائل في ملعب الاهلي، في حوزه الاهلي، القرار عند الاهلي. لكن لكل حدث حديث، احنا النهارده في مباراتين لسه في الدوري مهمين جدا، مباراه طنطا يوم الاربع، ثم مباراة المقاولين يوم الحد، بعد يوم يتفرغ الفريق للاستعداد
للقاء النجم الساحلي. وزي ما المهندس عدلي اشار، جمهور الاهلي عنده مسؤوليه كبيره جدا، اداره النادي بتبذل جهود كبيره لتسهيل دخول الجماهير باعداد كافيه في مباراه النجم الساحلي ان شاء الله. وكل اللي مطلوب من الجمهور، انت رايح تشجع الاهلي فقط ليس الا. لو الجمهور رايح عشان يشجع الاهلي ويقف مع الاهلي بكل قوته وبكل حماسه وبكل التزامه وبكل انضباطه، مش هتبقى ان شاء الله في اي مشكله، لانه الاهلي محتاج باستمرار هذا اللاعب المهم في صفوفه. ازاي اللاعب ده يفضل متوفر في الفريق؟ اتكلمنا كتير جدا، علينا كل واحد يقوم بواجبه تجاه الاهلي، واولهم احنا مسؤول الاهلي في تسهيل دخول الجماهير وحل المشاكل. اداره النادي في موضوع التذاكر وتسهيل التعاقد مع شركة تذكرتي مع الناس اللي عندها الكارت أهلاوي، دي إجراءات إدارية بيتم حسمها، واتصالات بيتم إن شاء الله التوصل فيها لحلول. يبقى الدور على جمهور الأهلي إن احنا نكون الجمهور الأكثر التزاما، نكون الجمهور الأكثر انضباطا، نكون الجمهور الأحرص على الأهلي، لأنه الأهلي محتاجك. آه محتاجك. تقدر تستمر في المدرج؟ القرار عندك أنت مش عند حد تاني. فنتمنى إن شاء الله مع قيام كل طرف بمسؤوليته في هذا الملف ترجع الجماهير للمدرجات، لأن الحقيقة باشمهندس يعني يصعب عليك لما تشوف السوبر الأسباني في السعودية في الجوهرة المشعة استاد جدة بالسعة الكاملة بالحضور الجماهيري الكبير وإحنا مش موجودين. بص، طالما أنك فتحت الموضوع وكلمت، أنا عايز أتكلم على النادي الاهلي مسؤوليه كل عنصر من العناصر اللي تخص الاهلي. الجهاز الفني مطلوب منه ايه؟ الاول الاداره. الاداره انها تبقى مدركه لاحتياجات الفريق، تختار له افضل العناصر وتهيئ له افضل الظروف. تمام. و عشان تعمل كده لازم تستعد ماليا كويس قوي. وتدرس الازمه قبل ما تحصل، يبقى في نظره بتسبق المشكلة. إذا حصل كذا يبقى يحصل كذا، وقبل ما يحصل كذا لازم يحصل كذا. تمام. وأتصور ده بيحصل. التفكير الاستراتيجي. بقى لنا يعني فترة ده بيحصل. والجمهور لامس هذا. الجزء الثاني، الجهاز الفني والإداري للفريق. الجهاز الفني والإداري للفريق، الجهاز الإداري عليه أن يهيئ كافة الأجواء لصالح فرقته، وان ما حدش ينشغل بمشكله خارج المستطيل الاخضر. يعني كل ما هو خارج المستطيل الاخضر دي مسؤوليه مدير الكوره، وهدي مسؤوليته. شوف حد له حاجه متاخره، حد عنده ازمه معينه حتى لو شخصيه، لازم يكون صديق اللعيبه ويسمع منهم. لازم يسعى الى ان فرقته تبقى بتتمتع بجو صحي دائما، زي ما بيقولوا هو مجازا بيقولوا اوضه اللبس بتبقى حلوه. هو اوضه اللبس دي هي حياه اللاعب خارج المستطيل بالظبط. يعني اوضه اللبس دي تبقى معاه في البيت، وتبقى معاه في الشارع، تبقى معاه في اعياد الميلاد اللي بيحضروه مع بعض. باختصار لفكره خارج الملعب، علاقه الاسره اللي بتربط اللعيبه، ودي موجوده، واعتقد الكابتن سيد واللاعبين الكبار بيقوموا بيها الى حد. اذا كانت ناقصه اي حاجه لازم يستكملوها. بالاضافه طبعا انه الاصفار تتعمل ازاي، ما تبقاش متعبه، الاكل يبقى صحي، العلاج بسرعه، الملاعب تبقى جاهزه. يعني الشغل الاداري اللي هو يهيئ ان اللعيب، يعني انا كنت اتفرجت على مستر مانجو سي واحنا في اليابان بيجيب حارس بيوري له هتطبق الفانيلا ازاي عشان اللعيب ينزل يلاقي الشورت متطبق وبيطبق له الفانيلا قدامي كده. فالشورت والفانيلا متطبقين محطوطين قدام اللاعب، والجزمه محطوطه ومتلمعه، والشراب مش عارف ازاي، والشنكار ازاي، يخش اللاعب يلبس في خمس دقائق. دي مش رفاهيه، ده نظام بيتعود عليه الفريق. اوضه اللبس بتاعنا تسمح بهذا، حاجه رائعه ولا اوروبا. نخش بقى على الجهاز الفني. الجهاز الفني له ان يضع افضل الاساليب للاستفاده من احسن العناصر، وياخد من كل لعيب اقوى ما فيه، افضل ما فيه. هتوقف عند الجمله دي لانها مش بس مسؤوليه الجهاز الفني، الجهاز الفني بيعمل كده، لكن مسؤوليه الاعلام وخصوصا الاعلام الاهلاوي لازم
يبقى واخد باله ان يطلع من اللعيبة افضل ما لديها بالنصح والارشاد والموضوعية وانك تحاسب بلا قسوة وتمدح بلا إفراد. اندفاع. نفس الشيء مطلوب من الجمهور بقى. يبقى الجمهور عشان الناس دي كلها تعمل شغلها. كل اللي انا قلته عليهم كل واحد كل ده متجمع عند حضرتك. انت عليك ان تحافظ على صلابة الفرقة، ثقتها في نفسها. بكرة حتى لو انت عايز عنصر جديد يطلب بطريقة معينة مش على حساب حد، ان احنا نسحب الثقة من حد ومنحبش ونكره وباستمرار نتفرج واحنا ثانية بثانية بنكتب على السوشيال ميديا. لان اذا كان اللعيب هنقول له ما تقراش، اسرته بتقرا، اصحابه بيقرا، اولاده بيقروا. ارجو كلنا نقوم بالتزاماتنا، زائد ان الجمهور في مدرجات احنا قلنا مطلوب منه ايه. اثق في جمهور الاهلي جدا، واثق ان هو زي ما بيقول اللاعب رقم واحد. اثبت انك انت اللاعب رقم واحد بالاداء ده. لان انا لو انا استاذ ابراهيم، معلش انا عارف ان انا يعني ممكن تشوف ان انا كلمت فيدي زياده، لو انا راجل في اسره في عماره كبيره فيها ناس بتحبني وناس مش بتحبني، عماره كبيره، لو الاسره دي يا استاذ ابراهيم حد شم بره ان العلاقات اللي في الاسره مش قويه، كله هيطمع فيها، كله هينهش فيها، كله هينتقدها، كله هيهاجمها، فرصه. لكن لو هم شايفين حتى احنا لو بننتقد بعض جوه ما حدش يعرف غير ان احنا يطلع اطلع من الشقه يلاقوا ايه، ابني سندني ويبوس ايدي وبينزلني وبيتاخر عشان والدته تمشي قدامنا، بيكلم اخته ازاي، بيحافظ عليها، وهم واحنا دي مهمه جدا، وده دور جمهور الاهلي مع فرقته. واذا كل من كل هذه الاطراف المختلفه في المنظومه قام بدوره، الدنيا هتسلم من اي منغصات، من اي اشواك. لا، جان بول سارتر له مقولة فلسفية: الجحيم هو الآخرون. والآخرون هنا دايما وأبدا مشكلة كبيرة جدا. الأهلي والترجي علاقة سمنة على عسل تاريخيا، يدخل الآخرون يشعلوا فتيل الأزمة، يحصل اللي حصل امبارح بس استنى بتضليل. بتضليل هو المشكلة هنا، بتزوير، ما كانش فيه أزمة. هو كان انت بتزور وبتعمل وبتتفضح بالظبط، وبعدين لأحد يحاسبك بالظبط. فتكرر دلوقتي المشهد تاني أو تحاول أن تكرره. اللي زرعوا الأشواك بين الأهلي والترجي واللي سمموا الآبار بين الأهلي وبطل تونس هم نفسهم اللي حاولوا ليلة امبارح يعملوا نفس اللعبة في علاقة الأهلي بالهلال، بل ربما علاقة الجماهير المصرية بالجماهير السودانية، العلاقة التاريخية واللحمة الكبيرة اللي بينهم. نادي الهلال عنده الكابتن حمادة صدقي. كابتن حمادة صدقي تلقى عرض من سموحة عشان يرجع يدرب سموحة. أما خسر مباراته مع النجم الساحلي، جه القاهرة أعلن إنه اتصل بالجانب السوداني وإنه أنهى التعاقد معاهم وتعاقد مع سموحة. عنده اسباب اللي ما بنخشش فيها، ما نخشش في العلاقه، احنا مالناش دعوه. الاهلي ماله؟ الاهلي ماله غير ان الكابتن حماده صدقي واحد من ولاد النادي المحترمين. ظروف انهاء علاقته مع الهلال ظروف يعلمها هو. من حيث المبدا انا رايي الشخصي ما فيش مدرب بالساهل ينهي تعاقده. اتمنى انه كاي مدرب يلتزم بعقده. هو ادرى بانه في ظروف حصلت، هو ادرى ان في مشاكل كتيره، في النهايه في تعاقد وفي شروط هو أدرى بيها، مش قضيتنا. لكن لما يوصل الأمر إنه زارع الفتنة يفبركوا نص يقولوا إن ده متبادل بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن حمادة صدقي، وإن الاتفاق كما لو كان إنه مدير الكرة في الأهلي بيسعى إلى تخريب الجهاز الفني للهلال السوداني الشقيق علشان يضعفه قبل ماتش بلاتينيوم، وانه الكابتن حماده هيجي يمسك قطاع الناشئين، وكلام مسخره ملوش اي معنى. كلام يضحك. استنى بقى، مين الكابتن حماده؟ مدرب منتخب مصر طبعا، مدرب فرق الناشئين، قطاع الناشئين، صاحب افضل انجاز مع سموحه. بصرف مدرب مدير فني بالظبط مع الفرق، هيتامر عشان يمسك قطاع الناشئين في الاهلي؟ ايه العقليه دي؟ حتى مش عارف تكذب، مش عارف تضلل، ضلل بحاجه تضحك.
طيب يعني انت بترشي واحد مدير فني لفريق بحجم الهلال السوداني وجاي له عرض بفريق بحجم سموحه وكان مدربا لمنتخب مصر ومنتخبات الناشئين بتغريه وبترشيه عشان تنزله يمسك قطاع الناشئين في النادي الاهلي. يا راجل حتى احبكها. وبعدين كلام مكشوف ومفضوح وفي فتنه كبيره جدا تنبه ليها النادي الاهلي واتخذ الاجراء القانوني الكبير والقوي وده اهم حاجه ان شاء الله وده اهم حاجه هنطمنكم عليه من مصدره بعد قليل. لكن على الجانب السوداني الشقيق ودي مساله مهمه جدا لانه في الاول اتقال انه الهلال طلع بيان ادام فيه هذا او فسخ التعاقد من جانب واحد من الكابتن حماده صيدي وما عرف او ما نسب الى الهلال من بيان اشار فيه للنادي الاهلي. الناس استغربت كابتن حماده راح يدرب سموحه مش جاي النادي الاهلي وزي ما حتى كابتن حماده نفسه قال لك والله وانا لو مطلوب ان انا اسهل مهمه الاهلي اقعد ولا امشي يعني المنطق يجي فين. لكن الحقيقه الجانب السوداني كان عنده حرص ايضا على كشف هذا الملعوب واظهار الحقيقه واتصل الدكتور اشرف كاردينال رئيس نادي الهلال بالكابتن مدحت شلبي اوضح له الامر تماما. نشوف الجزء الثاني. دكتور اشرف دخلتوا اسم النادي الاهلي في البيان يعني من وجهه نظرك ليه؟ مين اللي دخل البيان مكتوب فيه انه يعني مشاور كده على انه هو مشي لاسباب انه الاهلي على صفحتكم الرسميه انه الاهلي في المجموعه وكذا وكذا. انا حاطط حتى الصفحه بتاعت حضراتكم على يمكن ده ما مرش على الحكمه الصفحه محتوي. الصفحه يا ده مع اننا صفحه يا ارحم هذا عندنا صفحه الحقيقيه بتاعتنا بتاعت الهلال وفي صفحه ثانيه بتاعت الهلال اللي احنا مستكين فيها الفيسبوك انه الناس دي اللي اديتهم البلو بوينت وهم اساسا ما اوثرايزيشن ولا هو مجلس الاداره الصحيح اوكي او السليم اوكي يعني ممكن تبقى دي فيك مزور بورق مزور ادوهم ان شاء الله جنيت حد الحكي. طيب احنا لا يمكن نادي ما نحن اللي بنطلع القرار مجلس الاداره احنا لا يمكن ان ندخل نادي بالضبط مهما كان خليك نادي كبير زي النادي الاهلي نادي القرن ونادي عنده اسمه الريفرنس بتاعه لا يمكن حتى لو كان نادي صغير ان احنا ندخل المزله ولا يمكن نكون بالغباء الرياضي طبعا نطلع بيان مليون المية مع الاسف حاجات فيك بتكون. كلام بقى مسؤول رئيس نادي يدرك حجم العلاقات بالذات بين الهلال وبالنادي الاهلي وهو ده مربط الفرس. ازاي نبوظ للاهلي علاقاته بالانديه اللي هي بتحبه وكما استطاعوا ان يعبثوا في العلاقه بين الترجي والاهلي اللي نرجو انها تترمم وبسرعه حاولوا في انتهازيه رخيصه غير مسؤوله نفس غالبا هيبقى نفس الناس يعني انا ارجو بس التحقيق اللي هو هيجرى باذن الله اللي هنقول لكم تفاصيله دلوقتي يوصلنا لنتائج لان لو كان الناس اللي زورت الجواب بتاع برزنتيشن ايام ازمه الترجي السنه اللي فاتت اتحاسبت وتعاقبناهم كان ممكن يبقى في موقف اخر. ما ينفعش ابدا اقول لك نادي القرن ونادي بهذا الحجم هيقول المدرب امشي. طب انت عارف انت لما يحصل ازمه في فريق عشان تنقذه بتعمل ايه؟ بتمشي المدرب. بالظبط. ليه بتمشي المدرب؟ عشان يجي حد يبص دوافع جديده. الغربال الجديد. وده اللي حصل مع كابتن حماده وراح كسب. بالظبط. النجم سعد، يعني النادي الاهلي كان اخر حاجه عايزها ان كابتن حماده يمشي. مش من مصلحه الاهلي ان كابتن حماده يمشي. لان مش بس لتوتر الاجواء، حتى من الناحيه النفسيه والمعنويه. فكلام مش الحمد لله ان يتصدى له بمسؤولية الرئيس المحترم رئيس نادي الهلال ويعني أرجو أن السوشيال ميديا هنا وهناك ما يلعبوش الجيم اللي بيتلعب لأغراض أخرى مالهاش دعوة بالرياضة. طيب الأهلي ما سكتش وما اكتفاش بإظهار الموقف إعلاميا أو حتى إظهار هذا النص المكتوب بكل ما فيه من سذاجة لا تنطلع على أي حد سواء في مصر ولا في السودان، لكن ردعا لهذا الأمر وهذا العبث المتكرر ك
كان لازما من اداره النادي الاهلي تاخد هذا التصرف الحاسم والرادع. تم تكليف المحامي الكبير الاستاذ محمد عثمان باتخاذ الاجراءات القانونيه كمستشار قانوني لمجلس اداره النادي. اعتقد معانا على الهاتف الاستاذ محمد عثمان لاطلاعنا على ما تم من اجراء قانوني. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم، مساء الخير على حضرتك والمهندس عدلي وعلى كل مشاهدينكم الكرام. بتوحشنا انت، بس يعني حظنا كده ما بنجيبكش الا في المشاكل. لا انا بسعد وبتشرف لما اكون مع حضراتكم، خاصه لما يكون موضوع بهذه الخطوره طبعا لتوضيحه للراي العام والجماهير النادي الاهلي. وهو حظك انك انت راجل شاطر و ما شاء الله ومحل يعني عندما يلجا اليك باذن الله بتكون النتائج يعني. ايه اللي تم يا استاذ محمد؟ في الحقيقة أنا كلفت من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم بتقديم بلاغ للجهات الشرطية المختصة متمثلة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتقديم بلاغ يكشف عن هوية بعض الأشخاص اللي بيديروا صفحات. هذه الصفحات ارتكبت جريمة بالأمس متمثلة في الصناعة وتزوير محادثة واتساب بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن حماده صدقي مدرب نادي الهلال السابق. هذه المحادثة المزورة أنا بتقديري بعتبرها أن هي جريمة خائبة. مصطنع هذه المحادثة لم يكتفي بتزوير المحادثة، والأخطر من هذا أن هو بدأ يحرض الجماهير على هذه الصفحة ان هي تصدر هذه المحادثه الملفقه والمزوره لصفحات جمهور نادي الهلال. بالطبع جمهور نادي الهلال السوداني جمهور على وعي كبير، وبنثق في وعيه ان اي حد يقدر يكتشف ان هذه المحادثه المزوره هي لعب صغار او حيل صبيانيه للايقاع بين جمهور البلدين وزرع كراهيه بين جمهور النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني. من هنا كان اتخاذ هذا الإجراء. هذا الإجراء احنا اتخذناه للكشف عن هوية مرتكبي هذه الواقعة وتعقبهم، والحقيقة ان الجهات المختصة اخذت هذا البلاغ على محمل الجد، وبالفعل بدأوا فيه تحريات لان تقدمنا بهذا البلاغ منذ ساعات. يا محمد بيه، يعني هو مش يعني قد يكون الامر اكبر من انه مجرد تصرف صبياني، لانه الحقيقه في الاخر لما انت بتحرض بتطلب عطول الجماهير السودانيه يعني تحطه على صفحات جماهير الهلال جماهير الهلال، يبقى المقصود به احداث توتر شديد جدا بين جماهير الهلال وجماهير الاهلي اللي هم في الاخر يعني شعبين بيحبوا بعض، جمهورين بيحبوا بعض. زراعة الفتنة دي ألا تذكرك بما حدث الموسم الماضي وبنفس الأسلوب وبنفس تزوير الأوراق وبنفس السعي أنه تم مخاطبة وسائل الإعلام فضحت المتصل أنه كان معد أحد مقدمي البرامج المنافسين، وأدى هذا الأمر إلى فعلا زرع نوع من الفتنة والتوتر. ولو رجعنا ورا شويه برضو العبث الذي حدث بين جماهير مصر والجزائر، هذه تصرفات غير مسؤوله وما مش عايزين ناخدها في حجم ان ناس بيعبثوا على السوشيال ميديا. اتصور ان ممكن نكتشف امور ابعد من هذا. في الحقيقه يا باشمهندس، تاكيدا على كلام حضرتك ان اداره النادي الاهلي تحسبا لخطورة هذا الموقف، خاصة أن هذا الموقف زي ما حضرتك قلت ليس الموقف الأول، لأن ذات مرتكبي هذه الجريمة التحريضية هم نفسهم اللي ارتكبوا تزوير خطاب قبل ماتش الترجي ثم صدروه لجماهير الترجي، فكان الشحن والموقف الصعب والسيء اللي كان موجود في تونس وأجج التنافر بين جمهور الناديين، وبالتالي هذه المسألة أو هذا العبث أنا بقول إن مرتكب هذه الجريمة لا رياضيين ولا لهم علاقة بالرياضة، لأن هذا الأمر يتجاوز المنافسات الرياضية ليصل إلى مرحلة محاولة الإيقاع بين جمهور ناديين كبيرين في الوطن العربي
وشعبين شقيقين زي الشعب المصري والشعب السوداني. وبالتالي اتخذنا لهذا الإجراء كإجراء احترازي ولتنبيه الأجهزة الأمنية أن هناك من يعبث هذه العلاقة في هذا التوقيت، لأن هذه الأساليب تزرع الحقد وتزرع الكراهية وتحض على أمور كثيرة نحن جميعا في غنى عنها في هذا الوقت. يعني أنت ترى خطورة هذا العبث؟ طبعا خطورة عبث في أكثر من أنك أنت ممكن توقع بين جمهورين. لك أن تتخيل جمهور الهلال العظيم في السودان، وهو نادي كبير وعظيم وجمهوره جمهور عظيم، والنادي الأهلي أكبر نادي في الوطن العربي وصاحب الجماهيرية العريضة. لك أن تتخيل أن تصار فتنة بين هذين الجمهورين، ده أمر خطير وخطير جدا. عشان كده احنا اتخذنا إجراءات القانونية، ونتوقع أن الأجهزة الأمنية إن شاء الله خلال وقت قصير تصل لمرتكبي هذا العبث وهذه الجريمة اللي أنا بعتبرها جريمة خائبة، لأن حتى أسلوبهم في اصطناع هذا المحرر المزور لا تنطلي على أحد، وأي حد ممكن يشوفها كده يسخر منها ويضحك عليها. لكن تحسبا لأي شيء وكإجراء احترازي، الكابتن الخطيب طلب ان احنا نتخذ هذا الاجراء القانوني. طيب توصيف هذا الفعل الاجرامي من الناحيه القانونيه ايه وعقوبته ايه يا استاذ محمد؟ هي لها عده تفاصيل، يعني هي فيها تحريق، يعني هي فيها امور تحض على تجدير الامن والسلم العام، ولانها جريمه ما زالت مستمره. احنا ماتشنا في السودان هيبقى يوم 1 فبراير. أيوه. من هنا ل 1 فبراير هذه الأكذوبة أو هذه الفعلة الدنيئة الوضيعة تنتهي إلى ماذا؟ ممكن هي ارتكابها في حد ذاته هو جريمة، وممكن يتولد عنها جرائم أخرى. نأمل أن نصل إلى هذه المرحلة. تمام، شكرا جزيلا أستاذ محمد. شكرا أستاذ محمد عثمان المحامي بالنقض والمستشار القانوني لمجلس إدارة النادي. وهذا الإجراء اللي تم زي ما وضحه لحضراتكم في ثلاث رسائل مهمين جدا. الرسالة الأولى للأشقاء في السودان إنه هذا الذي حدث ما كان أبدا أن ينطلي، أو من المستحيل أنه ينطلي على العقلاء هنا وهنا. لكن الرسالة الأهم قبل ما تكون لجمهور الأهلي هي لهذه الجماهير أو لهذه الفئة العابثة، الناس اللي متخيلة أن غرف الشات أو هذه الصفحات هي غرز بجد، غرزة بالمعنى الحقيقي، يفعل فيها كل ما يريد ويوقع الفتنة ويعتقد أنه بمنأى عن الحساب. والحركات اللي كانت دايما وأبدا حتى اللي تسرب منها أنه في ناس بتتفق مع بعض ويلحقوا يعملوا لهم كذا وقولوا كذا عشان قبل كذا، دي مسائل خلاص. إيه اليأس ده؟ ما عادتش. إيه يا أستاذ إبراهيم؟ يعني هذا العبث في الظلام ما عادش في الظلام. نور القانون هيطالي الجميع، سيف القانون هيطالي الجميع، حرص النادي الأهلي وحرص إدارته على تعقب كل من يحاول الإساءة لعلاقات النادي وعلاقات الجماهير والشعب بالجماهير الشقيقة مسألة لن تمر هكذا. هذا الإجراء القانوني بكل ما فيه من دلالة رادعة جدا، نتمنى إن شاء الله أن يفضي إلى الكشف عن هؤلاء المتورطين يا باشمهندس. لو إحنا باستمرار ما فوتناش الصغيرة كبيرة مش هتيجي. لو ما فوتناش الصغيرة الكبيرة مش هتيجي، ومش هنسيب الصغيرة، ودي مش صغيرة، والكبيرة مش هتيجي. دي بقت دي كبيرة، دي مش صغيرة لأن هي نواها لحاجة كبيرة. لا ده هي بقت كبيرة بالزبط، لأنها متكررة بالظبط، وواضح الرصد، واضح مين اللي وراه. أستاذ إبراهيم احنا من 2008 تقلينا كده هنعمل ايه في النادي الأهلي، وقلنا الكلام ده 100 مرة، وربنا يحفظ الأهلي دايما. الكلام ما كانش هزار، كلام مهم جدا عن النادي الأهلي، عن مستقبل النادي الأهلي، لجماهير النادي الأهلي، وأيضا لكل الراغبين والحالمين بالانضمام لعائلة الأهلي. الأستاذ طارق أنديل في حوار مهم بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني مع فقرة غير تقليدية وضيف غير تقليدي. هو ضيف من أبناء النادي الأهلي بما تعنيه الكلمة، راجل خبير اقتصادي كبير وعضو مجلس إدارة، ليحدثنا عن كل هموم النادي وكيف
الأداء في مجلس الإدارة وإيه اللي إحنا عايزين نوصله لجماهيرنا وأعضائنا. أهلا بيك أستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك مشكور. والخبير الاقتصادي والبنك الكبير. ابن الأمنية النادي الأهلي. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين في بيتنا قناة النادي الأهلي. أهلا بيك أستاذ طارق. 25 شهر تقريبا على انتخاب مجلس الإدارة. طموحات كبيرة جدا، إنجازات على الأرض كتيرة، وأعتقد لسه في كتير من المشروعات اللي بتتم. أداء العمل في مجلس الإدارة في 25 شهر شفته إزاي حضرتك؟ بص حضرتك، يعني هنتناول من قبل ما نيجي على طول إن في سابقة برضو في تاريخ الأندية المصرية إن في برنامج كان موضوع بحرفية وشارك فيه كل المتخصصين كل في مجاله مع المرشحين بقيادة كابتن محمود الخطيب، ودي كانت برضو حاجة بالنسبة للأندية المصرية ليها معنى ومدلول في طريقة التنفيذ على الأرض الواقع نفسه. من يوم ما احنا شرفنا في الانتخابات وشرفنا بعضوية المجلس واحنا نصب عيننا برضو البرنامج اللي محطوط عشان المصداقية قدام أعضاء جمعية عمومية وقدام جماهير النادي ما يبانش انه كلام انتخابات، لكن برنامج قابل التنفيذ بالظبط. والنادي الاهلي ليه تميز عن باقي يعني عن كتير من الانديه ان هو عنده عنصرين وفاعلين جامد جدا، اعضائه وجماهيره، والاثنين النادي الاهلي كمجلس ادارته دايما دول هم محطه انظاره في كل القرارات اللي بياخدها، ونمره واحد طبعا بما يكون فيه صالح النادي الاهلي. احنا يعني عدد جلسات المجلس لغايه دلوقتي 53 جلسه، يعني 53 جلسه 53 جلسه بالظبط 53 جلسه، غير اللجان المشترك فيها كثير من اعضاء مجلس الاداره، غير المتابعات المستمره يعني. بالظبط. انا بعتبر ان اكبر انجاز الحمد لله ما زلنا محتفظين بيه في النادي الاهلي هو الحفاظ على شخصيه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي اللي كلنا ليها بنقر ان ليها طابع معين وانضباط معين بيتوارث الاجيال. شخصيه النادي الحمد لله تم حفظها مع اختلاف حاجات كثيره جدا في المناخ نفسه، يعني ما اقدرش اقارن مجالس ادارات يعني بعضها، الظروف نفسها مختلفه. اعتقد ان الظروف اللي احنا متواجدين فيها شاء القدر ان يكون المجلس بقياده كابتن محمود الخطيب بيتولى امور النادي، ان المعطيات كلها مختلفه، شافت يعني صعوبات، والمعطيات كلها المناخ نفسه مختلف يعني زمان كان بالنسبه للاعلام والصحف حاجات قليله 3-4 جرايد، حاليا في سوشيال ميديا كل واحد معاه جورنال، ده طبيعه الزمن بالظبط، دي طبيعه الزمن. وفيها من الحاجتين يعني فيها زي اي معطيات حديثه بتكون موجوده فيها عناصرها الإيجابية وعناصرها السلبية، يعني عناصرها السلبية لو بيتحكم في قرارك على طول المعطيات دي يعني، وبلا جدال ممكن صاحب القرار يتأثر بيها يعني. لكن الحمد لله ما زلنا في النادي الأهلي محتفظين بالإطار ده، ودليل على كده ان برضه حتى بيحصل في السوشيال ميديا وكلنا بنتابعها، احيانا ممكن تاخد قرار بيبقى الغالبيه يطعنوا في القرار ده كسوشيال، يجي بعدها نفس الغالبيه يقول لا ده اتضح ان، فانت كنادي الاهلي الحمد لله محتفظ بالعمل المؤسسي، انت ما بتبصش. كلمه مهمه جدا العمل المؤسسي اللي هي بالظبط العمل المؤسسي اللي بيقوم على الاتي، مجلس اداره ليه برنامج انتخب على اساسه في استراتيجيات معينه هو بيضعها للنادي، في دولاب عمل بيقوم بتنظيمه للنادي، في اختياراته للاداره التنفيذيه وخلافها، وفي نفس الوقت ناس تنفيذيين بيقوموا بدورهم، وانت واجبك كمجلس اداره في المتابعه وحاجات كتير قوي بتحصل، وفي نفس الوقت بتترك لهم حريه شغلهم، حريه اختيار معاونيهم، اللي بينطبق زي اللي بينطبق عندنا في النشاط الرياضي وفي كره القدم، هو بينطبق في الاداره التنفيذيه، هو ده النادي الاهلي وهو ده الاسلوب المؤسسي اللي بينجح اي مؤسسه. الاختيارات الصح وبتجتهد فيها، وفي وقت للحساب وفي وقت معين بالظبط باسلوبك وبتحاسب وفي نفس الوقت في متابعه وحساب وكل حاجه، وفي نفس الوقت بتدي له حريه العمل. وما بينفعش يعني هو ده اللي هو الواحد بيقصده بشخصيه النادي الاهلي، انا كعضو مجلس اداره جوه اللي هو دايما ساعات الناس كانت بتاخدها شعارات لكن هي حقيقه. انا عضو مجلس اداره داخل غرفه مجلس الاداره وداخل اجتماعاتي او في ملف معين المجلس انا منوط بيه من قبل المجلس ان انا انفذه. بنقعد نشتغل ونعمله وخلافه.
بخلاف هذا تدخل في حاجات متعلقة بتنفيذيين أو نشاط رياضي أو خلافه أو مش دورك. وده اللي بيميز النادي الأهلي وده سر نجاح النادي الأهلي. في نفس الوقت عندك مجموعة من العناصر القيمية والثوابت اللي بتحافظ عليها. يمكن الحمد لله أنا قريب افتكرت ما زال النادي الأهلي دايما في دروس في طريقة التعامل مع مواقف كتيرة قوي. يعني لو فاكر حاجة يمكن من شهرين ثلاثة أو حاجة كان في برضه وقعة تنس طاولة وكان أيوة. الفرقة مسافرة وأحد أبنائنا خالف حاجات على طول الكابتن خطيب بما هو معه من تفويض مجلس إدارة على طول وكسبت برضه البطولة. وما بيبقاش المعيار عشان أنت هتكسب أو تخسر إنك ترسي مبادئ النادي الأهلي اللي هي عمرها ما كانت شعارات أو كلام. لا لا بالعكس مواقف. هي دي اللي أدت إن النادي ده من 1907 لغاية دلوقتي بنفس مقوماته بنفس شخصيته بنفس هيبته اللي موجوده في على مستوى الشرق الاوسط كله. في نفس الوقت كان في حاجات كنا بنقولها ايام الانتخابات ان لازم وكان خطيب قعدها كتير جدا موضوع اللائحه ان مش هنستريح لما نعمل لائحه النادي الاهلي. والحمد لله ربنا وفقنا فعمل لائحه النادي الاهلي ويمكن يشهد التاريخ على الدور اللي اتعمل وقتها لقامات قانونيه واعضاء النادي الاهلي طرح المجتمع. خلينا اعضاء النادي الاهلي اعضاء النادي الاهلي هم اللي وضعوا لائحتهم. يعني احنا خدنا نزلنا الاول عباره عن درافت مسوده مبدئيه لاعضاء النادي الاهلي شارك فيها كل المثقفين واعضاء وعدلنا كتير جدا. كم البنود اللي اتعدلت كانت غير طبيعيه لغايه ما بقى اتعملت لائحه لتاني مره في تاريخ النادي الاهلي ابنائه يضعوا لائحته. الحمد لله في حاجات كتيره جدا. اول مره تاني مره اول مره اعتقد 1911 وعايز اتاكد من التاريخ اللي هي اول اللي هي اول لائحه اول لائحه بعدها كلها لوائح موضوعه مش من قبل الجمعيه العموميه. دي تاني لائحه في تاريخ النادي يضعها نتيجه من الجهات المسؤوله. الحمد لله دي تعتبر كان انجاز ممتاز. بقيت الملفات جوه النادي في لجان شغاله تم تقنين دور كبير قوي للجان دي. في نفس الوقت بتخلي اعضاء النادي عندهم في اعداد كوادر بيحصل من خلال العمل في اللجان المختلفه جوه النادي وليها ادوار فعاله جامد جدا. العمل المؤسسي بيغلب على كل انحاء النادي. الناس شغاله وفي نفس الوقت زي ما بنقول سواء ناس ليهم طبيعه معينه في التعامل معاهم من خلال النادي عقود مرتبطين بيها او خلافه ما بتتكلمش غير وقت تجديد عقودهم او لو في حاجات معينه خلال السنه تستدعي تدخل مجلس الاداره. يغلب الطابع برضو الحمد لله ما زالت ترابيزه اجتماع مجلس اداره الاهلي النادي الاهلي محتفظه بالشخصيه القيميه للنادي الاهلي. يعني مش في النادي الاهلي مجلس ادارته تتكلم على حد بمفرده اصل فلان كذا او الحمد لله الاهلي له انا عملت انا سويت ولا في انا دي في النادي الاهلي في ملف الملف ده لو مع طارق ده كفكره قدمها خلاص ما بقاش بتاعته بقى العمل الجماعي هو اللي يغلب عليها. الاهلي دايما الحمد لله وسابقه كده وده كان الشغل الشاغل لمجلس بقياده كابتن محمود الخطيب ان هو ان ده يظل موجود في النادي الاهلي ان ما ينطمسش شخصيه النادي الاهلي مع كل المتغيرات التي حدثت في المجتمع المصري. حاجات كتيره جدا جدا ممكن بتجرف مؤسسات يعني ساعات في مؤسسات بتخرج عن نمقها وعن طبيعتها من العوامل الخارجيه اللي بتاثر فيها. الحمد لله ما زلنا محتفظين بهذا. تمام وسيظل النادي الاهلي كده ان شاء الله يعني. ان شاء الله. استاذ طارق بس قبل ما تخش في التفاصيل عشان نخلص طريقه العمل اسف يعني اتفضل لو اذنت لي اتفضل هكون صريح معاك. قد يرى البعض من كتر متابعه الكوره المشهد مش باين فيه غير رئيس النادي ولجنه التخطيط. انت كعضو مجلس اداره فهمنا ادوار اعضاء مجلس اداره وحاسين ان لكم ادوار مكلفين باعمال حقيقيه وداخل المجلس اداؤكم تشعروا باسهامكم الجماعي فعلا ولا ده كلام بنقول عشان نفهم الناس الاهلي مختلف؟ طب هقول لحضرتك منذ ان تم تكليفنا غير الحاجات اللي كلف بيها كل عضو من اعضاء مجلس الاداره في لجان معينه او في حاجات مستحدثات للنادي شايفها المجلس شافها بيكلف فلان او كذا يعني.
منذ أكثر من عام كابتن محمود الخطيب وزع على علينا حوالي 13 مشروع. 13 مشروع تقسموا على أعضاء مجلس الإدارة، وإحنا اللي كنا بنختار كل واحد المشروعات إيه معينة اللي يقدر هنقدر نشتغل فيها. وفي الآخر الكابتن كان ليه نظرة عامة عليها، وقعدنا نشتغل كل واحد معاه ملفات معينة شغال فيها. إدارة الملفات جوه النادي، زي حضرتك ما في ما هو ممكن يكلف من أعضاء مجلس الإدارة بما هو له خبرات فيه، الحتة اللي حضرتك تطرقت ليها بالنسبة لكرة القدم وهي معيار رئيسي عند النادي الأهلي طبعاً، يعني النادي الأهلي غني ببطولاته ودايماً بيهمنا الحفاظ على اسم النادي الأهلي في الكرة. مجلس الإدارة من أول لحظة هو مفوض كابتن محمود الخطيب في إدارة شؤون الكرة، له هذه الصلاحيات. اما بيكون برضه في قرارات المتعلقه بالكوره بعد ما بتعد لجنه التخطيط اللي تم اعتماد اقرارها من مجلس الاداره بتاخدها، القرارات بتعتمد من مجلس الاداره. معنى ان يرجع للمجلس لازم يعتمد. ولما بيكون في احداث حاجات معينه قرارات معينه متعلقه بحاجات استراتيجيه كابتن محمود الخطيب بيرجع لمجلس الاداره. انما الناحيه اللي هي توظيف على الترابيزه حته ان الكلام يبقى عامه في الكوره، هو ده برده مش موجود في النادي الاهلي، وهو ده اللي محافظ على شخصيه النادي طبعًا الاهلي طبعًا. ان في ملف زي اي لعبه من الالعاب الجماعيه الموجوده في النادي، انا ما ينفعش ان انا اقول مثلا لمدير فني لاعب فلان ولا يعني الكلام ده لا صح في النادي الاهلي ولا صح التدخل فيه. في نفس الوقت احنا كمجلس اداره لا موجود ان الرجوع في القرارات التي تستدعي وجود مجلس الاداره فيها كابتن محمود الخطيب بيرجع فيها للمجلس. في نفس الوقت الحمد لله كلنا بندعمه وخلفه في ادارته هذا الملف في كل اللحظات. ودايما الواحد بيقول كلمه، المجلس في النهايه لما احنا بيكون في انتصارات الحمد لله ان شاء الله تستمر للنادي الاهلي بينسب كلها للمجلس الاداره. ساعات انا بتفرج على كابتن محمود خطيب في بعض الحاجات وبيكون حاجه معينه هو اللي قام بدور فيها جامد جدا، ومع ذلك بيروح ينسبها للمجلس الاداره. صحيح. فالحمد لله الكلام ده عندنا في النادي الاهلي يعني ماشي بمنظومه دقيقه جدا. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا كعضو مجلس اداره اقدر اقول ان انا ايه، انا الملف الفلاني حتى لو مفوض فيه سواء استاذ رئيس المجلس او زميل عضو مجلس الاداره ان انا مش مسؤول عنه. مسؤوليه المجلس هي مسؤوليه تضامنيه بالظبط، يعني بس المجالس ليها نظام معين بيحترم فيه الكلام زي ده. ورش عمل بالظبط، زي ما هيدرس كل مشكله والمجلس بياخد قراره. النادي الاهلي خد بطوله الدوري العام العام الماضي، هينسب لمجلس اداره كابتن محمود الخطيب الفوز. نفس الحكايه لو لا قدر الله في اي انتكاسات فكلنا مسؤولين عنها كمان مجلس اداره. ومع ذلك الحمد لله انا حضرتك تطرقت بقى للنشاط الرياضي والكوره. النشاط الرياضي الحمد لله حصل فيه تدعيمات غير طبيعيه السنه اللي فاتت، والحمد لله برضو في بعض الالعاب الجماعيه كان فيه تفوق ملحوظ والحاجات اللي محتاجه دعم، ودي برضو حاجه ما كانتش موجوده قبل كده في ازمنه قبل كده. موضوع الاسعار الالعاب الجماعيه اختلفت خالص عن زمان، يعني اسعار يعني اللاعبين والكلام ده عشان برضو نفهم الناس كيف ينظر اعضاء مجلس اداره الى اهميه دعم الالعاب مش بس كره القدم. لاول مره في موسم انتقالات يتم الربط بين انتقالات لاعبي الكره واحتياجاتنا في الالعاب الجماعيه والفرديه بالظبط. يعني جبنا سباحين، جبنا لعيبه من خلال اعارات بالزبط. ما كانش همنا الفلوس بقدر ما كان همنا ان احنا نسد احتياجات، ودي كانت سياسه مكلفين بيها بالزبط. كل الاجهزه كلفت بهذا الامر واشتغلته. انا بس بشرح للناس بقى تجديد العقود السنه بالنسبه للاعبين في الالعاب الجماعيه او شراء لعيبه من الخارج او الكلام ده كان كانها بتضال في كره القدم. فكل التدعيمات دي الحمد لله في الملفات دي بتحصل. وفي نفس الوقت في سيستم قائم برضو ما بنحيدش عنه ان في اوقات ليها المحاسبه، وفي نفس الوقت لو حاجه محتاجه تدخل سريع بيتدخل مجلس الاداره. طيب استاذ طارق انا هقول لك بصراحه، احنا يعني النهارده هدفنا منك ايه؟ انت والاستاذ ابراهيم الكفراوي مطلعين بملف العضويه مش كده؟ عندنا تساؤلات كتيره جدا بالذات لما مجلس الاداره في الجلسه الاخيره حدد 31 مارس اخر ميعاد للعمل بالاسعار الحاليه. اصبح السؤال الملح اللي بيلح لكل الناس، ناس عايزه تعمل عضويه النادي الاهلي خلال هذه المده لانه بعد كده الاسعار بتزيد كتير،
وانت واحد من المهتمين ولا المطلعين بهذا الملف، مبدئيا واحده واحده، المجلس اخذ قرار انه 31 مارس اخر موعد؟ ده حضرتك المجلس عمل توصيه للجمعيه العموميه، تمام، والجمعيه العموميه اللي في الاخيره وافقت على كده، اللي هي ما منعتش، فبالتالي بيرجع للمجلس. فوضت يعني المجلس اصبح قرار جمعيه عموميه، هو خلاص قرار جمعيه عموميه ان اخر ميعاد للاسعار الحاليه هو 31 مارس. عضويه النادي الاهلي الحاليه هو الادويه العامله الكامله اللي هي لكل فروع النادي ومقره، يعني لما تعملها تخش كل الفروع، وعضو عامل له حق الانتخاب وكل حقوق العضو العامل بالظبط كده، 500,000 جنيه. العضويه ادويه فرع الشيخ زايد 175,000 جنيه، عضويه فرع القاهره الجديده 200,000 جنيه. برضو لما نبص حضرتك لكم للمبالغ دي بالنسبه للخدمات والانشاءات وعدد فروع النادي، يعني حضرتك اللي دفع 500,000 هو دفع 500,000 للجزيره والشيخ زايد والمدينة نصر والتجمع الجديده وما يفتح مستقبلا هيبقى معاه بالظبط. يعني حضرتك لما تشوف يعني لو رحت اي محافظه بالظبط كده فتح فرع النادي بعد كده هو نفس، انت منتجع مطروح ما هو موجود بيستمتع بجميع الفروع بعضويه جميع الفروع اللي هتفتح كمان مستقبلا. فلما تبص لحضرتك ليها هتبص تلاقي ان القيمه يعني قيمه النادي وزعها على كل الفروع المسائل اعلى من القيمه الماليه الموجوده، ولو حضرتك عملت بيها دراسه مع الانديه الاخرى يعني. فالموافقه بتاع الجمعيه العموميه ان احنا من اول ابريل ال 500,000 هتبقى كام بقى؟ ال 500,000 هتبقى 750,000 اللي هي النادي كله اللي هي العضويه العامله المقر وجميع فروع النادي. 250,000 زياده من 1 ابريل بالظبط كده، ال 500,000 هتبقى 750,000، والعضويه الشيخ زايد هتبقى من 175,000 ل 250,000، وعضويه القاهره الجديده من 200,000 ل 250,000. من 200,000 ل 250,000. 250,000، وفي نفس الوقت برضو حفاظا على حته ان يبقى في اكبر قدر يقدر يستفيد. بس نوضح دي ليه 500 وليه 250؟ لانه هيبقى عضو الفرع هو عضو فرع، يبقى هيستمتع بعضويته في التجمع فقط او في الشيخ زايد فقط بالزبط. لكن اذا دفع ال 500 هيبقى عضو في كل الفروع بالزبط. وما يفتح منها مستقبلا كمان. فالتيسيرات الموجوده حاليا اللي هو ممكن يدفع نقدي او يدفع على يدفع 50% من المبلغ و50% على اربع سنوات. أربع سنوات على أربع سنوات، ده القائم الطبيعي، ده القائم الطبيعي حاليا. حضرتك عنده فرصة كمان إن هو خلال أربع سنين طبقا للائحة، إحنا اللائحة القديمة كانت ثلاث سنين. إن يملك إن هو يحول عضوية الفرع إلى العضوية العاملة للنادي كله، يعلي عضوتي ويخليها عضوية كاملة، عضوية عاملة كاملة للمقر وكل فروع النادي. يعني أنا اشتركت دلوقتي في الشيخ زايد. اشتركت في الشيخ زايد ب 175 أو ب 200 لا او 150 لا حتى الوضع القائم، الوضع القائم 175,000 من حقي لمده اربع سنين من تاريخ من تاريخ عضويتي ان اكمل المبلغ اللي دخلت على اساسه اللي هو كام دلوقتي؟ 500,000. في حاجه بقى جميله جدا في حته التقسيط ده. يعني ده هو حضرتك لو انت عامل تقسيط للعضويه لفرع الشيخ زايد وهتعمل تعلي عضويتك تخليها للنادي كله وتعمل استكمال، لازم تكون مخلص الاقساط اللي هي بتاعت الشيخ زايد عشان تقدر تعمل الاستكمال. بتخلص الاقساط دي بتبدا ممكن تبدا اقساط جديده للعضويه العامه في الاستكمال. يبقى اربع سنين كمان ده كادو كبير قوي، لانه عشان نشرحه للناس، انت كده بتعمل العضويه الكامله بتقسيط ثمان سنين. بتعمل الشيخ زايد حاليا ب 175,000، لو عملته في 2020 دلوقتي هتفضل تسدد في الاقساط، يعني بتدفع نص ال 175 والنص تفضل تسدده لغايه 2024 مش كده؟ بالظبط كده. بعد 2024 فكرت في خلال هذه الفتره تحولها لعضويه كامله، فعايز تعمل، انت احتفظت مبدئيا حجزت لنفسك الحق في سعر ال 500. ال 500 سنه 2024 ممكن هتعدي المليون وفقا لهذه الزياده الطبيعيه، بس ساعتها انت هتتحاسب على ال 500 مش على المليون. كمان الفرق بين ال 500 وال 175
هتدفعهم على 4 سنين كمان، يبقى انت كده عملت العضويه على 8 سنين. على 8 سنين. طيب انا بقى ايه بفكر وعايز احسن حاجه ليه. طب ايه ليه اعمل عضويه ب 500 دلوقتي؟ ايه اللي يدفعني؟ انا بسال حضرتك انت الاستشاري بتاعي وانت اللي هتقول لي ماذا يدفعني ان انا اعمل عضويه ب 500,000 النهارده. ما هو حضرتك لو انا عايز اعمل عضويه ب 500,000 النهارده يبقى انا بستمتع بكل فروع النادي من اول يوم. من اول يوم ده حاجه. لو نقلت مكاني المكان تاني، النادي الاهلي الحمد لله شبكه فروع دلوقتي، يعني حاجة القاهره الكبرى الشيخ زايد، مدينه نصر، القاهره الجديده، الجزيره، ربط القاهره الكبرى، ده حصلت لناس كتير انا واحد منهم. من ضمن الشفايه اللي احنا بنتكلم بيها برضو مصلحه الاعضاء اللي بيستفيدوا من خدمات النادي الاهلي او بيتقدم له الفروع. احنا حاليا عاملين برضو خليه نحل جوه النادي لمكالمه الاعضاء. عندنا مثلا حوالي ما يقرب من 320 عضو تقريبا كان في الشيخ زايد لغايه شهر، بيتدرج تواريخهم يعني لغايه شهر 6 ينتهي ال4 سنين. كان اشتراك النادي الاضواء العامله على مستوى النادي كان 250,000 جنيه. اليومين دول بنراسل فيهم جامد، هم يتنبهوا ان هو من حقه يجي يلحق قبل ما ينتهي ال4 سنين ب 250 بقى مش ب 500 كانه جاي بيشتري دلوقتي 250. بالظبط صحيح. رائع جدا رائع جدا. فالحمد لله حتى احنا دي كانت بناء على الاعضاء الجمعيه يوميه، واحنا في كنا ايام اعداد اللائحه كانت 3 سنين. كنا في الشيخ زايد وطلبوا من كابتن خطيب ساعتها ان هو تبقى 4 سنين، وتعرض علينا في لجنه اللائحه وتم اقرارها من الجمعيه اليوميه. طيب المهندس عادلي سال انا لو بفكر ليه اعمل العضويه الكامله ب 500 لما ممكن اعمل اقل، وانت حضرتك اشرت الى انه العضو كمان بيستمتع بكل المرافق وله حق الانتخاب من اول يوم بقى، وله حق الترشح، وله حق التصويت، وله الحق الكامل، مش مجرد عضو فرع. لو جينا نقول الجزيره هتقدم لي ايه انا كعضو عشان اعمل عضويه كامله؟ ايوه ايه اللي في الجزيره وهتديني ايه؟ يعني السؤال لماذا مش بس الجزيره، بعد ما تجاوب لنا على الجزيره لماذا يعني اختار النادي الاهلي عشان اعمل فيه عضويه؟ تمام. اولا النادي الاهلي كقيمته واسمه الحمد لله غني عن البيان، يعني ده في حد ذاته قيمه تساوي يعني. لو اتكلمنا على النادي الاهلي كمقره كجزيره وفروعه، لو بدانا بالجزيره برضو ده في السلسله في تطبيق برنامجنا الانتخابي، وفي حاجه فاقت الحمد لله، يعني في حاجات اكتر من اللي احنا كانت مكتوبه في البرنامج. الجزيره تم الانتهاء من الاسوار كلها، في مساحه اعلانيه دي برضو هتدي دخل النادي الحمد لله ممتاز. والاسوار الحقيقه معموله بشياكه الحمد لله، صاله الكراي، ولسه ان شاء الله بعد كده اللي هو اللي بيعد بقى موضوع النسر والبوابه ان شاء الله هتبقى زي برضو مدينه نصر. صاله الكراتيه في النادي تم انشاء صاله الكراتيه، لو حضرتك تفتكر قبل كده كانت عباره عن خيمه اللي كانت موجوده. انا بتكلم على الجزيره بقى. الجزيره بنتكلم في الجزيره. فصاله الكراتيه صاله مكيفه، تم تجديد غرف الناشئين لكل الالعاب الجماعيه. برضو انا اعتقد في القناه موجود الصور، كل الصور هنعرضها كلها. تجديد غرف الناشئين لكل الالعاب الجماعيه حصل. كل الكلام ده تم الانتهاء منه الفترات اللي فاتت. تم تجديد شامل للمركز دي صاله الكاراتيه. الكاراتيه صاله الكاراتيه دي يا جماعه المرافق اللي بيستمتع بيها العضو واولاده في مقر النادي في الجزيره، واللي اتجددت واتعملت جديد يعني. تم الانتهاء من مدرج الفريق الاولاني لكره القدم على اعلى مستوى، اللي هو بيشمل غرف خلع ملابس للمدربين برضه. من المتعه من المتعه للعضو الكامل انه لما بيدخل الجزيره بيتفرج على تمرين الكوره. صاله الجيمنازيوم. بس هو في حاجه برضه من الحاجات الكويسه اللي حصلت، ده كان بناء على راي المدير الفني. ان هو تم تغطيه ملعب الكوره برضه بتغطيه بطريقه شيك، اللي هي تندات بتطلع وتنزل، اللي هو اثناء التدريب بيراجع بيحافظ على شغله. خصوصيه في التدريبات اللي مش عايز يقفل حسب ما بيقول المدير، حسب ما قرر. فبرضه حاجه مرنه يعني، بحيث ان هي دي صاله جمباز اظن اللي فاتت دي. حضرتك كنا بنتكلم على الاعداد اللي حصل لكل المدرج نفسه. في المدرج ده انا يعني لما ذهلت لما اتفرجت حاجه عالميه
حقيقي يعني أوضة اللبس يا جماعة بالتجهيزات بالجيم بتاع الكورة في مغطس ولك طبيعي بالتسهيلات اللي فيه حاجة عالمية والله. المحاضرات حاجة يعني معمولة بطريقة وده تمهيد للهدم المدرج القديم بقى بحيث ان هو وهيتشاف يعني في بعض الدراسات اللي هيتعمل مكان يعني بخلاف يعني هنا هناخد جولة اهو ده التطوير بتاع غرف الملابس العالمية الحقيقة بقت مستوى تاني خالص بقى فندق فعلا. طيب الصالة المغطاة صالة الأمير عبد الله الفيصل يمكن الصالة دي اتعمل فيها تغيير أرضيات والأرضيات معتمدة من الاتحاد الدولي عشان أغراض الألعاب الجماعية السلة واليد والطايرة. تم تجديد التكييف بتاع صالة الأمير عبد الله الفيصل. التكييفات دي على فكرة ما تغلقش من 92 بتاعت صالة الأمير عبد الله الفيصل. زي ما تحكي الأسوار الكورة تم تقفلها هي برضو بالطريقة الشيك اللي هي يعني قبل طريقة مرنة بالنسبة للأعضاء وبالنسبة يعني دار الفراول لحد الراجل بيقول لا تمرين ده حيبقى فيه تكتيك أرجوكو ده بتاع في حاجة بقى المشروعات اللي شغالين فيها اللي هي إن شاء الله مستقبلا في الجزيرة هتنتهي في الجزيرة. هنبدأ اللي هو بقى تشطيب الدور الثاني لمدرج الكورة اللي ده هيبقى للألعاب الجماعية تمام. يعني هي في المدرج الجديد بالظبط الفرق الرياضيه ويتهد بقى المدرج التتش توسع بقى النادي من جوه وفي دراسات للاستغلال الامثل ليه والبوابات الرئيسيه بقى والنسب ان شاء الله عشان يبقى يستكمل المنظر هنعمل هنوحد الشخصيه بتاعه البوابات في كل الفروع في كل تعدي على ما هو ده النادي الاهلي من غير الاسم البوابات دي رائعه ومرعبه ما شفتش زيها صحيح صراحه صحيح. مدينة نصر اتعمل شغل لا احنا لسه في الجزيرة احنا طماعين شوية لانه عضو الجزيرة هيدافع هيدفع فلوس كتيرة. انا لو عندي ولادي دي الاسوار لما عضو الجزيرة هيدفع فلوس كتيرة هيستمتع بالجزيرة أيوة. مصر ما احنا بدايته في الجزيرة بدايته في الجزيرة دلوقتي في كلمة دارجة بتتقال جوه النادي الاهلي هو بيعمل الاعضاء العاملة يقولوا عضوة الجزيرة على اساس الاعضاء العاملة الكاملة يعني بينسبها لكلمة المقر يعني فهي هي شاملة الكل لكن ولاده بيلعبوا في مدارس الالعاب طبعا يعني مدارس الالعاب في الجزيره ودي هتنطبق على الجزيره وهتنطبق على كل فروع هيك لو في الجزيره على ايه بقى؟ على اسعار اسعار اللعبات اولا في عندك يعني الحمد لله طريقه لاعداد ده مجمع سكواش كبير الحقيقه يعني الاداري باب الاداري مجمع سكواش طريقه لاعداد اولاد النادي وكده بطريقه جيده جدا رياضيا وبالتالي برضه بتحافظ على المنظومه اللي موجوده وفي نفس الوقت مش هدفها الرئيسي هو دخل للنادي يعني لو حضرتك قارنت بين الاسعار جوه النادي الاهلي للاولاد في الالتحاق بالفرق الرياضيه عندنا اكاديميات والمدارس الموجوده جوه النادي هتلاقي اسعار زهيده يعني لك ان تتخيل ان في سواء سباحه او بقيه الالعاب بتبدا من 165 جنيه تنتهي لو وبعدين في ميزه جميله جدا يعني عندك في سباحه في النادي مثلا في برايفت اللي هو بتعاني منه الانديه الثانيه يقول لك ده في برايفت بس برايفت النادي اللي عامله مش برايفت اللي هو لو واحد بقى عايز لوحده بيوصل حوالي 1000 جنيه تقريبا والله في الانديه الثانيه حضرتك لا مقارنه بالاسعار يعني اسعار قليله جدا حمام الجزيره بقى فمن ضمن النزايا اللي بياخدها عضو النادي الاهلي ان اسعار الخدمات نفسها اللي موجوده غير الحمد لله ان انت بتعد من خلال النادي الاهلي بتعد ابطال يعني لو بصيت على الحاجات حتى الحاجات المعده للاولمبياد او بخلافه هتلاقي كتير جدا من ابناء النادي الاهلي في مختلف اللعبات يعني حاجة ممكن تسرد منها كتير ويمكن وقت جمعية يومية كنا حطيناها في الكتيب الجميل ده ملخص لكل ابنائنا وبطولاتهم سواء الفرديه أو الجمعية تم توثيقها في كتاب الجمعية العمومية في الكتيب اللي هو تقرير المجلس بتاع الجمعية تمام يعني. لو سمحت نوريه للناس برضو عشان ده يا جماعة الكتيب اللي اتعمل للعرض على الجمعية العمومية هذا تقرير مجلس الإدارة الفني والإداري والمالي بكل والإنشائي طبعا بكل صغيرة وكبيرة ويريد العد إنه يتفرج عليها ويحاسب المجلس عليها ويا يشكره يا يعني يلفت النظر إلى بعض النواقص لكن الحمد لله لما تتفرجوا وتتصفحوا زي ما أنا تصفحت شيء مبهر جدا ياريت كل واحد يحط الكتاب ده في مكتبته يعني الـ 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 الراغب في الانضمام لعضوية الأهلي ولاده في الجزيرة عندهم لو هو ساكن قريب من الجزيرة
عندهم فرص للسكواش، للكاراتيه، للجمباز، سباحه طبعا، للسباحه، سباحه العاب القوه، لكره اليد، كره السله، بالظبط، العاب القوه، تنس الطاوله، لا تنس الطاوله يمكن في مدينه نصر ولا هتبقى كمان في الجزيره، يعني اتعمل في اللي هي افتتحناها من سنه كده في ترابيزات تنس طاوله في الجزيره، تمام، في الجزيره للمدارس، كل الالعاب دي مفرخه بقى للابطال، شلت الجمباز سواء على مستوى الممارسه او على قطاع البطوله، بالظبط. زي بالظبط برضو لو هتتناول زيها كده زي اللي بيحصل في الاكاديميات. ايوه يعني الاكاديميات عندنا في النادي الاهلي برضو من يوم ما جينا الحمد لله خدت شغل غير طبيعي، يعني مكلف كابتن خالد بيه ومسؤول على الاكاديميات، الاكاديميات شهدت كره القدم جامده جدا. يعني اولا تم تغطيه جزء كبير في تركيز على الصعيد، يعني دلوقتي في سوهاج والاقصر واسوان، في سوهاج واسوان واسيوط واسيوط في ايه وهيتعمل في الاقصر قريب ان شاء الله باذن الله. عندك 13 فرع الاكاديميه، الاكاديميه بقى عندها فرق نفسها، في فرقه الاهلي اللي بتشارك منطقه القاهره دي من الاكاديميه اللي بتشارك باسم الاهلي اللي هي تحت الاعمار السنيه المختلفه. برضو الاكاديميه بتقوم على المحورين اللي هو محور ان انت بتعد ابنائك، اظن طلعنا بره مصر كمان في الكويت وفي الامارات وفي السعوديه بيدرس يعني بيعد راسد كده مجموعه حاجات برضو تاني بحيث ان هي تبقى العضو مع شخصيه العضو بيستمتع، ولاده بيستمتعوا بكل الالعاب ديت على المستوى الاجتماعي طبعا. حدائق النادي كلها اكيد حضرتك لو رحت شفت المنظر قريب حاجه مبهره. لا انا لسه في الجزيره جوه. لا انا لسه في الجزيره. ايه الخدمات اللي بتقدم للعضو؟ المنافس عندك 25 منفذ، وبرضو في حاجه 25 في ده 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 مول. في حاجه احنا عملناها اول الحمد لله المجلس عملها او مجيل اللي هو لجنه للمنافس، يعني في لجنه مختصه للمنافس برئاسه الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي. أيوة. وفيها ممثلين احنا فيها من مجلس الاداره ثلاثه من المجلس. طب ده بيجي حتى على السؤال اللي سالناه في الاول، المقرات مع المديرين. حاجه حلوه قوي الحقيقه دي المنافس. حاجه بيتم طف. اختيار منافس بعنايه، اللي هو بس مش مجرد حاجه هتكون مربحه في ايجارها للنادي. احتياج العضو ايه؟ يعني احتياج العضو واللي بيحتاج يشتري الفانيلا والشورت وكل السوفينيرز بتاعه النادي بالظبط احتياج. ففي بيتم اختيار البراندات معينه اللي هي تلائم من النادي الاهلي وبتلبي احتياجات اعضاء النادي. فالمنافس موجوده، يعني الحمد لله في حاجه متكامله جوه النادي. الشاشات الشاشات اللي ما كانش من النهارده بتخش النادي الحمد لله، في بطولات في غيره بتلاقي الشاشات بتتفرج من اي مكان. بالظبط كده، مش محتاج تخرج بره النادي لاي كافيه، تبقى اولادك موجودين معاك مطمن عليهم وبرده بيحكمك الحمد لله. زي ما بقول في اول الكلام ان احنا الحمد لله يعني ان ما زلنا محتفظين بشخصيه النادي الاهلي، لان انت النهارده في نادي اجتماعي ممكن يحصل فيه خلافات بين عضو وغيره، بنحتكم في كل حاجه، اللوائح بتقول ايه، في اداره قانونيه على اعلى مستوى، عندنا كام جيم، مفيش حد فينا يعني مفيش حد بياخد قرار فردي كده في حاجه. عندنا كام جيم؟ يعني انا عارف ان في جيم للاعضاء، وفي جيم للالعاب، وفي جيم للكوره، مش كده؟ وفي جيم للكوره في جيم للكوره والمنطقه اللي هي الحقيقه وكلها تم تحديثها وكله تم تحديثه. ما هي كل الاعضاء يعني الحقيقه وقت مهم جدا اليوم في النادي. الخدمات بقى، يعني انا بتكلم على بنك شهر عقاري، في خدمات نوعيه مميزه للعضو. البنك موجود في الجزيره والشهر العقاري موجود في الجزيره. والبنك بنك مصر موجود في الجزيره، والميزه ان هو بيشتغل 7 ايام، يعني دي برضو خدمه هايله جدا للعضو، خدمه استثنائيه الحقيقه. انت والله نكشتنا في موضوع البنوك ده، لان انا سامع ان هيبقى في ما اخش الشيخ زايد ثلاث شهور منحاز للشيخ زايد عشان في قدام البيت ده بنك مصر في الجزيره، والخدمه للاعضاء الحقيقه الخدمه البنكيه. اقول لحضرتك مش مجرد 7 ايام كاملين، الحمد لله المجلس كمان بيؤمن بالتخصص جدا وان مصلحه النادي الاهلي الدنيا اختلفت. ايوه يعني مفيش حاجه اسمها حد بيدير الفهم في كل حاجه. يعني احنا برضو من ضمن الحاجات الاهداف بتاعتنا الرئيسيه من يوم ما دخلنا المجلس ان النادي يكون سباق في حته تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. يعني عندنا هدف نفسنا نشوف النادي الاهلي اول سمارت كلاب في مصر. ان شاء الله اتعمل الابلكيشن بتاع النادي الاهلي الخاص بطلب التعامل مع المنافس او غيره او الاشتراك في الادويه. الابلكيشن العضو بيقيم مستوى الخدمه او بيقدم شكوته او مقترحه الكتروني. في سابقه برضو الاولى من نوعها في الانديه المصريه
المجلس مكلف مستشار لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الاستاذ محمد صبان وهو معروف بكفاءته في المجتمع المصري. صحيح. فالدنيا الحمد لله فيها نوع من التطور. ادي المؤتمر الخاص بالتطبيق الالكتروني لحضرتك ده هيعمل نقله جامده جدا. والحته دي بقى موجوده في كل حاجه جوه النادي، اللي هو الويب سايت ان شاء الله بتاع النادي اللي هيطلع المفروض عمال يتعمل عليه دراسات جامده جدا، وبرضه من خلال اشراف المستشار التكنولوجي للنادي، تطوير نفسه، الحاجات المتعلقه بالكمبيوتر وخلافه والحاسب الالي، كل الكلام ده الحمد يعني دولاب العمل كله يعني بالتعبير الدارج تم هيتم ميكانة بالظبط كده الاداره في النادي الاهلي، واعلى من الميكانه ما انت داخل على الديجيتال خلاص، يعني انت بتشتغل ديجيتال دلوقتي. فالحم يعني كل عندنا الكلام ده بيتم اعداده بطريقه جامده جدا جوه النادي. المجال برضو التاميني، يعني مؤخرا المجلس برضو اعتمد قرار مستشاره تامينيه لمجلس الاداره، تامينيه للتامين، يعني انا كعضو يقدر النادي يأمن عليا. هقول لحضرتك ليه. احنا عندنا الكم اللي بيتصرف في التأمين برضو مبالغ كبيره الحال اللي هو التعلق بتأمين العاملين. تأمين العاملين، انت عايز تخش بقى في مرحله جديده نفسها، تجيب مزايا الاعضاء، تشوف موضوع الفرق الرياضيه، لان دي ليها ستايل معين بره مصر. خد بال حضرتك برضو التأمين الطبي سواء اصابات لعيبه، ده ملف مهم وصعب، دي قصه كبيره قوي. فبناء على كده برضو المجلس كلف مستشارات تأمينية سيد عبير صالح للتأمين في النادي الأهلي. يعني انت بتواكب العصر الحمد لله في كل حاجة، بحيث ان النادي الأهلي هو جدير بكده، يعني جدير انك تشوف النادي الأهلي في كل الكلام ده. العصر سريع جدا، المستجدات سواء التكنولوجية او خلافه كبيرة جدا ومتسارعة، فانت كنادي أهلي لازم تواكب الكلام ده. والحمد لله الكلام ده برضو بيفيد في حاجات كتيرة اللي هي متعلقة بكل عناصر المنظومة جوه النادي الأهلي. برضو فكر قبل الانتخابات برضو كان اتكلمنا على العاملين، أيام عاملين النادي الأهلي من أول يمكن تاني جلسة أو حاجة، تم تكليفي من قبل المجلس بأن المسؤول عن صندوق العاملين للنادي. والأول مرة في تاريخ النادي يعد لائحة وأقرت من الجمعية يومية للعاملين. تمام. لان العاملين برضه هترجع في النهايه هتقول هو ده، يعني بص حضرتك العاملين جزء رئيسي في منظومه النادي الاهلي. صحيح. العضو يهمه العامل برضه، يهمه ان العاملين اللي هو القائمين اللي بيقدم له الخدمه يكون مبسوط، كده يكون مبسوط جوه النادي مؤمن. صحيح. اتعمل لائحه معنا في المجلس المدير التنفيذي الاستاذ محمد مرجان ومديرين المدير المالي واثنين من منتخبين من اللجنة النقابية بتاعه العاملين ممثلين ليهم في المجلس. وتم إقرار لائحة، يعني الحمد لله تم فيها عمل مزايا عديدة سواء منح زواج أو خلافه أو حجة أو مواليد أو حاجات حرجة، حالات حرجة ليها للعاملين في النادي. درك حتى لو افتكر رمضان اللي فات كنا أقررنا برضو في اللائحة إن في المواسم يعد حاجة من العاملين على اسم عائلة الأهلي، وتم توزيع دي في على العاملين في النادي، يعني جزء رئيسي برضو في ملفات معينة. مثلا عيادات النادي تم تطويرها ولا لسه محطوطة في البرنامج ولا؟ لأن دي بتهم العضو بقى بشكل مباشر. يعني عيادات حاليا تم تطوير فيها حاجات اتطورت فيها. العنصر التأمين اللي بكلم حضرتك فيه داخل فيه من ضمنها هيكون في دور للتأمين نفسهم في العيادات دي. إن شاء الله قريب برضو في صيدلية هتكون موجودة. يعني من الحاجات دي كانت بتاخد تصاريح، يعني ليها سيستم معين بيقنن وضعها من خلال الناحية التأمينية وخلافه عشان تبقى متواجدة جوه النادي الأهلي. أستاذ طارق، يعني إحنا عندنا كده طرفين، عضو عامل وعضو فرع. عضو عامل هو اللي بيتمتع بكل مقرات النادي، وهو له حق الترشيح وله حق التصويت وله حق مساءلة المجلس وله حق حضور الاجتماعات الجمعية العمومية، هو عضو عامل. وعضو فرع، يعني استاذن حاجة، انا اسف للمقاطعة دي في حاجة بس حاجة نبهتني، الحاجة اللي هي له حق مساءلة المجلس طبعا من خلال الجمعية العمومية. ده هقول حاجة بقى تانية، لأول مرة يمكن برضو في تاريخنا ان مجالس الادارات تنعقد في فروع النادي.
يعني على فكره احنا بنعتبر نفسنا مسائلين من كل اعضاء النادي. طبعا مش طبعا. يعني من كل فروع مش فقط يعني لو شفت حضرتك عدد محاضر مجلس عدد جلسات مجلس الاداره اللي انعقدت في الشيخ زايد او في مدينه نصر كتير جدا. تمام. يعني زمان كان هو بس في الجزيره مجلس في المقر احيانا بتتعمل بس مش كتير في مدينه نصر. احيانا يعني بس ما كانش كتير. لكن هو ده شيء كويس عشان ايضا الاعضاء تردد المجلس على الفروع بيدي فرصة على حقيقه الوضع بالظبط ويدي فرصه للتواصل مع الاعضاء بيؤكد بيبقى اقرار مننا ان كل ده يعني تحت مظله النادي الاهلي ده احد اجتماعات في الشيخ زايد. طيب لو رحنا مدينه نصر تمام طبعا المهندس عادل عايز يودينا الشيخ زايد بس خلينا في مدينه نصر الاول. عايز يطمن على حاجات كتيره في الشيخ زايد يا عمي احنا طيب خلينا بنروح كل الفروع الحمد لله يعني خلينا العضو العامل بيروح كل الفروع. طيب مدينه نصر ومدينه نصر برضو جزء من العضويه العامله الكامله طبعا لانه ما فيهاش جزئيه العضويه الفرع يعني الفرع قاصر فقط على الشيخ زايد وعلى التجمع العضو العامل يشمل الكل بدايتها الجزيره ثم مدينه نصر حسب الاقدميه ثم الشيخ زايد ثم التجمع ان شاء الله. مدينه نصر ايه اللي فيها؟ مدينه نصر يمكن اول فرع تم فيه حاجات كثيره جدا يعني كم الانشاءات اللي حصلت هناك غير طبيعيه وهكذا كان برضو عمليه نصر دلوقتي لو نفتكر ايام اللائحه كم الحاجات الجزافيه اللي كانت بترمى على مجلس الاداره ان هو هيفرق مدينه نصر ان مدينه نصر لن تستمتع بالعضويه العامله واندافع وقعدنا يومها قلنا الكلام ده غير منطقي وغير وارد بالمره وهي مدينه نصر بتعامل معامله المقر جزء من المقر الرئيسي وكمان جزء من الانشاءات الجامده جدا جه من نصيب مدينه نصر ان هي يتم البدء فيها يعني بما فيها النسر والبوابات صحيح هذه البوابات اهي فده مثال برضو للايه ساعات يعني يمكن حجم التطوير اللي حصل فيها في السنتين دول اكبر من بقيه الفروع حضرتك انتهينا من هناك من الاسوار والبوابات والنسر العملاقه اللي عاجب المهندس عدلي لا مدينه نصر بتاعنا كلنا النسر يعني واللي عليه شعار النادي الاسوار انتهينا منها تم افتتاح منطقه جلوس الاعضاء على احدث لو جت صوره البوابه دلوقتي انا بشوف والله ببقى قاعد كده فيها هيبه ورهبه يعني فيها حلم فيها هيبه ورهبه انا بنبسط لما الاقي احيانا الناس فايته بتقف تتصور حضرتك في بقى في منطقه جلوس الاعضاء دي فيها 12 منفذ ال 12 منفذ دي فيهم براندات مش موجوده في اي نادي في مصر 12 يعني منفذ في مدينه نصر ما بتخشش نادي اجتماعي يعني فيها براندات يعني لأول مرة موجودة أسماء كبيرة في النادي أسماء كبيرة موجودة في الأندية طبعا بخلاف الشاشة العملاقة اللي موجودة في مدينة نصر المنطقة الترفيهية بيها حمام سباحة اللي حمام سباحة أطفال والحمام الرئيسي المدينة الترفيهية الحقيقة وحمام الأمواج ما شاء الله يعني المدينة الترفيهية نقلة كبيرة وبرضه حمام الأمواج ده ملوش مثيل في الأندية المثيلة لينا يعني الأندية المثيلة للنادي الأهلي في بعض أندية خاصة لكن الأندية المثيلة لينا كنادي أهلي ما فيهوش حمام الامواج ما فيش الحمام الامواج ده الموجود الوحيد في الحقيقه الدكتور اشرف صبحي الوزير كان يعني منبهر انا فاكر كلامه وقتها على انه دي طفره كبيره قوي غير بقى حاجه غرف خلع الملابس اللي تم عملها هناك والمناطق الخدميه للاعضاء تجديد شامل لكل الحمامات اللي هي دورات المياه وكله هناك في مدينه نصر تم تجديد ليها تجديد شامل يعني وملاعب الاكاديميه باجمالي مسطح 18000 متر ده نجيله صناعي ده معتمد من الاتحاد الدولي في الاكاديميه وده ده الفود كورت اللي شفناه اللي هو منطقه مجمع المطاعم عندنا حضرتك في جاري تنفيذ اللي هو ان شاء الله بقى المرحله الجايه اللي هي تمام ملاعب سكواش مجمع ملاعب السكواش هناك في مدينه نصر هيتعمل ان شاء الله هيتعمل ان شاء الله ملاعب للاعضاء والجراج ان شاء الله اللي هي تلبيه لرغبه الاعضاء ده الجراج ده بقى الجراج ده احد الاحلام يعني الناس اللي بتتكلم على صعوبه الركنه لا هيتعمل ده معمول حساب ان شاء الله هيتعمل واصل مدينه نصر عنده المساحه اللي ممكن يتعمل فيها الكلام هيتعمل ان شاء الله وان شاء الله هيبقى في برضه محلات في ناحيه البوابه الخلفيه بقى يعني البوابه الخلفيه تمام حضرتك المنافس في مدينه نصر وصلت دلوقتي ل 55 منفذ مدينه نصر 55 منفذ جوه مدينه 55 منفذ 55 منفذ فتخيل الحمد لله يعني الفرع اللي هي الحته الرياضيه موجوده الحته الانشائيه موجوده الحته الخدميه موجوده اصل ده له معنى كويس قوي الرقم ده ما هو انا مش هروح اخد منفذ انافس 54 غيري الا اذا كنت شايف ان كله بيشتغل كله بيشتغل بالظبط بيقدم جوده
بالظبط. يعني ده معنى كده ان في جوده وان العضو بدل ما بقى يخرج بره بقى يجي ناديه. بالظبط. اذا كثافه اهو شوف البوابه بسم الله ما شاء الله. يعني العضو النهارده واضح انه العائلات بتندفع الى النادي بالزبط. بكثافه لدرجه ان 55 منفذ بيقدروا يشتغلوا. والطاقه الاستيعابيه كبيره. لا يحدث هذا الا اذا كانوا شايفين فيه حاجه حلوه ومريحه وبالاضافه طبعا العنصر الجو الصحي والامان الذي يشعر به العضو هو واولاده داخل النادي الاهلي. الامان دي بقى نقطه مهمه جدا. الضوابط المشدده. ودي برضه لازم نذكر للامانه الدور اللي بتقوم به الاداره التنفيذيه على مستوى النادي. طيب. يعني يمكن حصل مؤخرا برضه يعني احنا عندنا لاول مره برضه ان في نادي كل فروعنا فيها مدير ونائب مدير. وده نوع برضه من اعداد ده كان تقليد جديد. لإعداد كوادر جديدة على طول مستمرة في النادي وتطوير الأداء زاد في دورات تدريبية بدأت تحصل بدأت والعبء بقى كبير كمان يا ما هو النادي محتاج بالظبط كده فالناحية دي ماشية الحمد لله على أعلى مستوى من الكفاءة وفي نفس الوقت زي ما حضرتك بتقول في بتحس بأمان وطمأنينة جوه أنا بقى جوة. يعني أقدر أقول الحمد لله أنا يعني كنت في أكتر من نادي لا النادي الأهلي مختلف والعضو عنده تدي التعليمات بيلتزم لذلك ما تجدش مشاكل بشكل كبير الحمد لله العضو يشعر بالحماية والأمن والأمان والاطمئنان على أولاده في جو صحي تماما. طيب العضو بقى العضو العامل لو حب يروح يقضي وقته في مدينة نصر أو ولاده يلعبوا رياضة في مدينة نصر إيه المنشآت الرياضية اللي بتوفرها لي في مدينة نصر؟ هي كل المنشآت اللي اتكلمنا عليها الحاجات جميع الالعاب موجوده في نفس الوقت زي ما اتكلمنا على عندي صاله جمباز عندي صاله كاراتيه عندي صاله تنس طاوله كمان كبيره صاله موجوده هناك النقطه كمان اللي برجع لحاجة فيها تاني الاسعار نفسها بتاع الكلام ده للعضو لان ما بترهقش ميزانيه الاولياء الامور عشان اولادهم يعني يعني حتى لو تخيلش في حاجه لما بتروح الاكاديميه هناك في ملعب صغير الملعب الصغير اللي كان موجود قدام الاكاديميه ده اتوضب بطريقه غير طبيعيه احس برضو ان هي راحت للاعضاء ده للاولاد لما بيستنوا او بيكملوا تدريباتهم او مع اولياء امورهم فالحمد لله القصص دي واخده اهتمام غير طبيعي ان انت بتجود فيها باستمرار. كم حمام سباحه في مدينه نصر؟ عندك المجمع الكبير مجمع اولمبي الاولمبي حضرتك بتتكلم على لا ده حاجه برضه مالوش نظير يمكن في الشرق الاوسط يعني واللي كان عند اللي تم تطويره عند منطقه المكتبه القديمه بالظبط ده حاجه برضه اتجدد بطريقه لا حاجه كم الانشاءات والخدمات اللي اتعملت في مدينه نصر الحمد لله تفوق كمان البرنامج الانتخابي بتاعنا يعني تفوق اللي في انجازات عدت مكان في حاجتين عايزين نتكلم فيهم الحقيقه يعني وهنختم بالمشروع الكبير جدا بالتجمع الشيخ زايد ماذا يحدث فيه الان وماذا ينتظره من اعمال الاول حقيقة هو الشيخ زايد تاخرني فيه شويه والتأخير ده كان ليه أسبابه يعني هو كان في مخطط اللي هو المخطط نفسه اللي بيتم اعتماده كان قبل كده كان اللي تنفذ غير مختلف عن المخطط ممكن يكون ليها أسباب معينة يعني ده كان قبل ما نيجي ودي وقعتكم في مشكلة في الترخيص بالظبط كان ليها غرامة وكده فتجاوزنا الحمد لله مؤخرا الكلام دوت اتسددت الغرامات وتسوي ده اللي عطل الدنيا شوية في وحاليا بقى جاري تنفيذ مجمع الاسكواش اللي بيضم 8 ملاعب صاله الكاراتيه صاله الجمباز مبنى احنا في جوله في الشيخ زايد دلوقتي ده الشيخ زايد تمام والمسجد ومناطق جلوس الاعضاء كل ده اللي هي المراحل ان شاء الله اللي هو حاليا بتبدا تتنفذ طبعا تم الانتهاء من مجمع البنوك اللي حضرتك كنا بتتداوله وبرضه الحمد لله اتعملت بالشفافيه المطلقه بثلاث بنوك وطنيه ثلاث بنوك البنك الاهلي ومصر والقاهره واعلنا دي اول مره دي لفتت نظري جدا 150 مليون جنيه يعني ثلاث بنوك دفع 50% والباقي على ثلاث سنين ثلاث بنوك يتنافسوا يشتغلوا جوه فرع النادي دي بتؤكد على مدى ثقتهم في القدره الاقتصاديه ومستوى التردد بتاع الاعضاء اللي هيبقى كثيف يعني
يعني اول مره. وفي شهر عقاري المفروض ملحق بالبنوك بيتم اعداده حاليا برضه بحيث يبقى الخدمه متكامله لعضو النادي، يعني خارج من البنك عنده كمان الشهر العقاري. هنطور الشهر العقاري او مش شهر عقاري يخش البنك. هرجع للجزيره معلش سؤال بقى شخصي، هنطور الشهر العقاري في الجزيره؟ اه من ضمن برضه الخطه اللي هي دي مهمه جدا للامانه، لان الحقيقه الضغط عليه جامد ومكانه اصبح محتاج يعني يتعمل بشكل اكثر راحه للاعضاء. ده بنك القاهره توقيع عقد ومجمع الصالات بتاع الشيخ زايد ابتدينا فيه. ده من ضمن اللي حضرتك قلت عليه اللي هو كنقول حضرتك عليه اللي هو عندك مجمع الاسكواش ده فيه 8 ملاعب وفي صاله الكاراتيه. 8 ملاعب سكواش. 8 ملاعب ما شاء الله، وصاله كاراتيه وجمباز والمبنى الاجتماعي والمسجد وفي مناطق. إذن كل صالات الالعاب والشيخ زايد ما فيهوش مشكله للركنه بالنسبه للسيارات. لا لا ده احنا الحمد لله يعني في ركنه جوه النادي حتى. طيب حد سمعك ومطمن ان ولاده يتربوا في الاهلي ومطمن ان ولاده ينضموا لعائله الاهلي يعمل ايه؟ لا لسه الاول، لسه الاول استنى الفرع الرابع التجمع يتخدم على طول الاداره. لا يعني يروح اشتراكات النادي بالظبط كده في الجزيره. في الجزيره يتخدم على طول. ولو هو في الشيخ زايد عايز يقدم في الشيخ زايد يعني الفرع بيستقبل العضو. الفرع يستقبل العضو لكن المركز الرئيسي لكن بنعمل برضو تقليد حريصنا عليه لما جينا اللي هي تقنين لجنه العضويه. فالمجلس كان قد قرر او ما جينا لجنه العضويه برئاسه الاستاذ ابراهيم كفراوي وانا معاها في لجنه العضويه ودي بتبقى خليه نحل بقى لما بتخش النادي لان عدد يعني الفتره دي اكاديميه الشيخ زايد عدد الراغبين في العضويه كبير جدا بطريقه جامده. فاحنا برضو في مقارنه ما احنا جايبين لك عشان الالحاح اللي علينا يعني عمال تسال. فبنعمل لجان عضويه على انا والاستاذ ابراهيم على اساس ان اختيار العضو اللي هو برضو يلائم النادي الاهلي. طب انا عايز اقف هنا برضو عشان دي محتاجه شرح. يعني مش كل واحد هيقدم هيقبل بتدقيق في معايير تحافظ على عائلة الأهلي إن لما يجيب لك عضو جديد يبقى معانا ويمشي في توبنا وموافق على نظامنا وموافق على هذا المجتمع وبما يشبه التعهد إنه هيلتزم بكل ما يلتزم به أسرة النادي الأهلي بالظبط. وإحنا الحقيقة مقابلة شخصية ودي بتبقى يعني ده أعتقد في فيشو تشبيه وفي في شو تشبيه يعني الاطمئنان للحاله الجنائيه تبقى لله ده حرصا على سلامه كل الناس الجو انه انك انت في النهايه تقعد في النادي وانت مطمن ان كل الناس اللي موجوده معاك بالظبط هو يعني اتناول بس في حته عشان تم الاعلان عنها هي الادوات الجماعيه يعني يعني حصل مؤخرا برضو احنا تلقينا رغبات كثيره جدا من مؤسسات طبعا بلا جدال في يعني ممكن يكون الامكانيات يعني ممكن يكون واحد لينا الشرف كعائله الاهلي يكون متواجد ما بيننا يعني بس ممكن يكون امكانياته على تقسيط اكتر او الكلام ده بيكون وزارات وهيئات مهمه وبنوك وخلافه او كده فقمنا التيسيرات احنا لا نملك طبقا للائحه احنا مفيش استثناءات في النادي الاهلي على العضويه ما تعملش تخفيض ما تقدرش مفيش فئات مستثناه تخفض في قيمة العضوية نفسها إنما اللي ممكن نقره كمجلس إدارة اللي هو أسلوب التقسيط نفسه فعملنا تسهيلات التقسيط فبالظبط بعض الجهات تلقينا منها رغبات مؤسسات وبنوك وشركات ووزارات وهيئات تمام إن هو نسهل أكتر في طريقة التقسيط وعملنا لهم فعلا إن هو خاصة إن هيبقى بضمان المؤسسة أنت بتتعامل مع مؤسسة يعني هو مش ضمان يعني هو مش ضمان بمعنى ضمان حضرتك إن هو لا يعني هو العضو يقدر يجي من نفسه يقول أنا تابع مؤسسة كذا ولا لازم يجي بجواب من المؤسسة أنا راجل بنك فباخد كلمة ضمان دايما لا مش بضمان بنكي لا لا يعني ان المؤسسه ضمناه لو هو ما سددش هو ده مش موجود لا المؤسسه انه بيجي بيخطب انا عندي مثلا 30 عضو بنطلب منهم خطاب مجمع من اتش ار شو عاملين نفسها بالمؤسسه بيعملوا بالمؤسسه ودول بنطلب ان احنا نضمهم في العرض او حسب الاتفاق بين المؤسسه لو جالنا بجواب منهم يعني ما يثبت في المؤسسه مواعيد العمل في اشتراكات النادي خلينا 25% للمؤسسات للمؤسسات وبدل 4 سنين 5 سنوات التقسيط اللي هو الباقي وفي نفس الوقت هو الفايده بتاعه او المصاريف الاداريه يعني بتاعه الادويه القائمه 10% سنويا في العروض المجمعه دي خليناها 8%
تمام. في ناس تسهيل في ناس بتتصل من بره مصر من اول ابريل، في ناس بتتصل من بره مصر، مصر عايش في دبي او في السعوديه. حضرتك العروض القائمه ال 31 مارس بس يعني اللي انا بتكلم عليه. واحد تديه مالي يعني العدوات المجمعه. يعني يعني من 1 ابريل مش مفيش مؤسسه تقدر تعمل. لا لا ده موجود لغايه 1 دي تسهيلات حتى 31 مارس حسب قرار المجلس. قرار المجلس. طيب اللي بره مصر، في ناس عايشه في الخليج او عايشه في اي دوله وعايز يعمل عضويه قبل الارتفاع، هقول لك حاجه، البديل عن ان هو يجي. صادفنا حالات كده انا وزميل الاستاذ ابراهيم كفراوي في اللجنه، يعني ان احنا جاي حد ريكومندد مثلا يعني بتوصيه انه يعرفه شخصيا من عضو النادي، لان من ضمن الحاجات بيبقى في تزكيه يعني عارف. وبيكون مثلا مش متواجد وفي توكيل لحد، كنا بنعمل كونفرنس معاه بالتليفون ونتكلم معاه وكده اخره، فمسهلنا في الحته دي. يعني يقدر لو عمل توكيل، بنعمل كونفرنس معاه في التليفون او يعمل توكيل مثلا بالميل لحد من قرايبه يجي يعمله العضويه، بينص في التوكيل لانهاء اجراءات حصوله على عضويه النادي الاهلي. بالظبط، بيعمل له اجراءات واحنا نلحق عشان بقى الشخصيه فاضل لنا 8 دقائق بنعملها ككونفرنس عشان تطمن عليه هو. يا ابراهيم التجمع، والله مهم التجمع، التجمع يا ابراهيم التجمع الخامس. حضرتك تم اعتماد المخطط العام خلاص للفرع بالكامل طبعا، الحمد لله يعني كتير جدا في التجمع. لا لا الحمد لله كل يعني، وتم اسناد كمان ال حصلنا على التراخيص للهيئه الهندسيه، حصلنا على التراخيص انجاز طبعا الحمد لله برضه كويس جدا، حصلنا على التراخيص كل حاجه انتهت يا فندم. اذا حصلنا على التراخيص وتم استخراج القرار الوزاري من هيئه المجتمعات العمرانيه، تم اسناد اعمال البنيه التحتيه بالكامل مش المرحله الاولى بس، بالكامل اللي هي اصعب حاجه دي لكل الفرع للهيئه الهندسيه. عناصر المرحله الاولى اللي ان شاء الله هتبتدي ودي اللي هتتم الاول، المبنى الاجتماعي، ملاعب كره القدم للاكاديميه، ملاعب كره قدم خماسي اعضاء هتكون موجوده هناك، ومناطق جلوس الاعضاء، وملاعب بقى سله وطايره والفرق يعني هنبتدي بكلوب هاوس والاسوار والبوابات ومبنى اداري. ده في اول سنه وتم البدء خلاص في العمل، ده في اول سنه يعني في خلال السنه دي هنكون استكملنا بنيتنا الاساسيه للنادي كله. وهنكون عملنا المرحله الاولى يعني يعني وفي نفس الوقت اللي بيشترك دلوقتي عنده ميزه برضه حضرتك ان هو موضوع الاستكمال. الاستكمال نفسه بيبدا الاربع سنين من اول افتتاح الفرع. دي مهمه قوي يعني، عنده كمان سنه مضافه زائد قرار مجلس اداره حصل قريب ان هو كمان ابنائه يتعاملوا معامله الاعضاء في حته الاشتراك في الاكاديميات في الالعاب المختلفه، يقدر من اي فرع فروع النادي من كويس اي فرع قريب من الفرع اللي بيعمل عضويه الفرع بالزبط. التجمع يقدر يستمتع بعضويه لحد ما نفتح لحد ما نفتح له والحاجه بتاعته دي حين افتتاح. دي ميزه كبيره وطبعا وغني عن البيان فرع التجمع لما خدناه الاول الارض يعني التعطيل برضه كان في حاجات او الحمد لله تم يعني نقل الارض من خلاص اعطى شوط كبير جدا والتراخيص ما كانتش سهله انتهت وكل حاجه وطبعا الحمد لله بقى القصه اللي هي كمان الجديده اللي النهارده برضو تم الاعلان من النادي ان قريبا خلاص الايام الجايه ان شاء الله العوده هتبدا اللي هي مشروع الوحده الاقتصاديه اللي هو المتعلق بالاستاد وفرع الاقصر والمعلمين حمام السباحه المعلمين. دي برضه حاجات مضافه للعضو. بالظبط. ان شاء الله خلاص احنا تم اعلان من النادي والمدير التنفيذي النهارده الاستاذ محمد ممكن اعلن بيتم انجاز العقود في الصيغه النهائيه. كان في حاجات غير معلنه اللي هو الاجتماعات المتعلقه بالشروط القانونيه وفحص العقود والكلام، تم الانتهاء من كده. ده توقيع عقود الوحده الاقتصاديه. وقريبا ان شاء الله خلاص هيبدا الايه تنفيذ مواعيد بقى العقود لكل حاجه. حصول الـ 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 العضو او الـ الـ الشخص على العضويه يستغرق وقت قد ايه اجرائيا؟ اجرائيا في النادي يعني هيعمل عضويه عضو عامل ب 500,000 قبل 1 ابريل بالمقابله بيدفع النص ويقسط الباقي على اربع سنين بكتابه الشيكات بالكلام ده ممكن ياخد له نص ساعه لربع او نص ساعه. ومواعيد العمل في الاشتراكات يوميا مستمره وبرضه يعني بيهم الواحد نشكر الناس دي جامد جدا يعني بيتحملوا الضغوط اللي من عندنا من المجلس كاداره تنفيذيه. والله انا ما بروح اتفرج بلاقي خليه يعني الناس للامانه الاشتراكات لان احنا مواعيدنا بنقعد نتاخر كتير عبال ما نكمل لان خد بالك حضرتك ان برضه الاعضاء بيبقى في ظروف ان حد بيتاخر فاحنا بنصر نكمل يعني سي النهارده هنقابل 100 واحد
فمية طالب عضوي، فبنكمل الناس قاعده، خليه نحل قاعدين مع دفع الفلوس مع الشيكات. وانتوا كلجنه برضو بتشتغلوا جامد قوي. لا ده حق النادي الاهلي، ده ما احنا ما فيش حد فينا بيدي حاجه للنادي الاهلي. كل رموزنا علمونا كده يا باشمهندس. طيب المساحات طبعا، يعني لو هنتكلم على النادي الاهلي كنادي اهلي عضويه وانا رايح اشترك في النادي، مساحه فرع الجزيره الجزيره او مقر الجزيره مقر بالجزيره حاجه، بيتكلم على 18 فدان 18 فدان مساحه مدينه نصر، مدينه نصر حاجه و50، الجزيره 19 فدان 19 مساحه الشيخ زايد 27 فدان، مساحه التجمع الشيخ زايد 27 فدان، ده المستغل وكله 35 تقريبا، لا 135 فدان او 100 فدان. سوري يا فندم، 127 فدان 127 فدان 127 فدان. هو اصل هو لا يا ايه يا ابراهيم، هو يعني لما تسكن جنب حاجه هتحصل حافظ باصص عليها؟ لا لا دي مشكله كانت كبيره الارض دي، انا عصرتها وانا مدير نادي، يعني خدت شوط كتير من المشاكل كمان طبعا. فتخيل حضرتك لما بتشترك في نادي يعني مساحه فرع 127 فدان والمقر 19 فدان ومساحه القاهره الجديده 50 فدان، القاهره الجديده 50 50 فدان والشيخ زايد ومدينه نصر، لا الشيخ زايد 127 فدان، مدينه نصر حاجه و50 فدان. مدينه نصر حضرتك مدينه نصر بنتكلم في هم كانوا 55 بس في خمسه بتوع البيفوت دول قافلينهم بالظبط، كان حوالي 50 فدان ولسه ما استغلتش كلها مساحه تقريبا، لسه فيها فرص في اللي هي الارض يمكن احنا دلوقتي 75% من مدينه نصر استغل يعني او اكتر حوالي مساحه الارض من برضه عضو النادي في الصيف عنده حق الاستمتاع بمصيف مرسى مطروح كمقر صيفي حقيقة برضه مرسى مطروح ومارينا كمان معسكر الاهلي في مارينا اللي بدا السنه اللي فاتت حاجتين الحمد لله يليقوا برضه باعضاء النادي الاهلي ودي برضه بتدينا يعني سكوب جديد ان احنا بنتكلم على حاجات تانية، يعني لسه ان شاء الله هيشهد عضو النادي الاهلي برضه حاجات بره القاهره متعدده للكلام ده زي مارينا وزي مطروح ان شاء الله ده منتجع مطروح الحقيقه في قلب المدينه وعلى البحر وحاجه يعني اعضاء النادي في الصيف بالنسبه لهم معسكر ابو عزيز تامر عليه رحمه الله دي حاجه تاريخيه. طيب العضويه في النادي كام دلوقتي؟ عدد اعضاء النادي أعضاء النادي النهارده حضرتك بتتكلم على حوالي 146 ألف عضو، ده من غير العائلة أسرة يعني أسرة 146 ألف واقعيا وفعليا، لأن في طبعا حالات بتبقى وفاة أو خلاف أو كده أما بتيجي تنقي بتتكلم في حوالي 110، يعني بتتكلم في النهاية بأسرة في متوسط أربعة حوالي يعني ممكن نص 350 ألف أو 400 ألف يعني مجتمع، أنت بتتكلم في حوالي نص مليون بتشملهم عائلة الأهلي. ضوابطها السلوكية بقى دي نقطة مهمة جدا بالذات في حتة التربية والتنشئة والناحية الرياضية، الضوابط من الإدارة التنفيذية حاسمة في حتة الحفاظ على الحالة الكاملة في النادي. برضه أقول لحضرتك يحكمنا لوائح يعني العلاقه بيننا وبين منظومه النادي نفسها في الشغل جوه منظومه النادي هو لائحه بتحكم الجميع. ما فيش اي خروج على النص، بيكون في ضوابط بالظبط كده. ولهذا استاذ ابراهيم في انترفيو لان ده ثابت عقد بين النادي والعضو، حتى وارد في اي مجتمع بيحصل ساعات خروج على النص في حاجه لو اي حاجه اي الحمد لله احنا او الحمد لله ندره ما بتحصل في النادي الاهلي، ومع ذلك بيتم بتواجه بالحصار يعني ما فيش حاجه. فاضل لنا ثواني اقل من دقيقه، وانا ما كنتش متخيل ان احنا يعني هنحتاج عشان نتكلم عن النادي الاهلي وطريقه الاداره فيه وطريقه العضويه وطريقه التوسعات والافكار المستقبليه اللي ما لحقناش نقولها كلها، وقد نحتاج لدعوة أخرى كريمة يا ريت، لأنه برضو وفي النهاية برضو حكي عن النادي الأهلي أعضاء وجمهور يعني كل ده بيعود في النهاية برضو على جمهور يعني حضرتك بيبقى فيه استثمار إضافي داخل النادي الأهلي اللي هو الحمد لله احنا عندنا إدارة تسويق على أعلى مستوى
يعني وتم إعادة هيكلة الإدارة من يوم ما جينا كمجلس إدارة وإدارات متميزة. إدارة تعاقدات بمستشار التسويق طبعا. طبعا مستشار تعاقدات مستشار التسويق الدكتور سعد الشلبي أي بدور غير طبيعي الحمد لله. صحيح ده هدية أمير توفيق هدية ده مسؤول معلش أنا أدعي بقى أنا من حق أن أفخر مكتشف فالحمد لله على كل يعني بيقول في النهاية مردود أي عمل استثماري جوه النادي الأهلي هو في النهاية بيعود برضو إيه لإسعاد الجمهور لإسعاد جمهور النادي الأهلي إن في النهاية بتقوي فرقك بالظبط كده بتقوي فرقك بتحقق طموحاتك في النهاية عزيزي المشاهد عزيزي العضو عزيزي عضو مجلس الإدارة والعضو المحتمل عزيزي العضو المحتمل بقى اللي هو يرغب في الانضمام يعني عليك أن تفخر بناديك وأن تثق في مستقبله كما وثقت في ماضيه وحاضره. واضح ان مجلس الإدارة داخل جهد في تنفيذ وترسيخ معنى عائلة النادي الأهلي في كل ما يفعله. بإذن الله يعني الفروع تبقى 27 فرع في 27 محافظة بخلاف اللي موجودين في القاهرة. بإذن الله يبقوا على مستوى وامتداد الوطن العربي ان النادي الأهلي جمهوره في كل أنحاء العالم. استاذ طارق سعدنا بيك جدا وشاكرين حضرتك على تلبية الدعوة وعلى ان انت استحملتنا في التساؤلات الكتيرة دي. شكرا جزيلا جدا واعتقد الفرصة متاحة لكل من يرغب في الانضمام لعائلة الاهلي وفقا للاسعار الحالية والتسهيلات المتاحة حتى 31 مارس. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.